مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، مساء الفل على حضراتكم ودايما منورين ومشرفيني في بيتكم الاهلي والاهلي الليله. ان شاء الله يعني الدنيا تخلص على خير النهارده كده، ونفرح ان شاء الله في فرقتنا في ماتش سان داونز باذن الله يوم السبت المقبل. اكيد كل الانظار متوجهه للقاء الزمالك والمصري. هو كام دلوقتي يا جماعه؟ 2-0 2-0 للنادي المصري. ربنا يسهل الاحوال ان شاء الله. ان شاء الله كده لسه كتير جدا، وانتم عارفين المباراه دي بقى مش هنتوقع فيها نتائج، والفرقه الكبيره بترجع بسرعه، والمصري فرقه كبيره طبعا، اعتقد ان صعب يدخل فيها جونين يعني، بس ان شاء الله هنشوف. لسه معانا حوالي 25 دقيقه، انا هقعدهم يعني هنا على نار مستني اشوف شكل الدوري عموما، يعني مش مستني حاجه معينه. تعالوا اقول لكم على اللي صارتي واختار قائمه النادي الاهلي لمواجهه سان داونز. قبل ما نتكلم في التفصيل، انا عارف طبعا كل الاهلاويه دلوقتي يعني عين هنا وعين على المباراه، لكن حاولوا يعني حاولوا تطمنون دايما على النتيجه يا رجاله. اختار قائمه بتضم كل من محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير، حسام عاشور، احمد فتحي، وايمن اشرف، رامي ربيعه، ياسر ابراهيم، محمد هاني، ومحمود وحيد، حمدي فتحي، عمرو السوليه، وعلي معلول، وناصر ماهر، ومروان محسن، رمضان صبحي، حسين الشحات، وليد ازارو، صلاح محسن، محمد شريف، وجونيور اجي. ما شاء الله اسماء كلها تخض، والله العظيم المباراه اللي فاتت دي ما هتتكرر تاني في تاريخ النادي الاهلي ابدا، ان شاء الله مش هتحصل باذن الله باذن الله. وده اللي مطمني، خلي بالكم انا قلت لكم امبارح، مع ان ممكن ناس تستغرب انت مطمن بشكلنا، مطمن جدا بشكلنا، لان ده مش شكلنا اصلا. فاكيد يوم السبت هتلاقوا شكل تاني خالص، هتلاقوا لعيبه تانيه خالص، نفس الاسماء بس اداء تاني، مش عارفين ايه اللي حصل في الاجواء الافريقيه وايه اللي حصل في حساسيات المباراه. اكيد في حاجات فنيه كتير هنتكلم فيها ان شاء الله بعد يوم السبت باذن الله، نتكلم معاكم فيها كالعاده. لكن دي القايمه، وهقولها لكم تاني عشان تعرفوا الاسماء مره تانيه: محمد الشناوي، وعلي لطفي، ومصطفى شوبير، حسام عاشور، واحمد فتحي، وايمن اشرف، رامي ربيعه، ياسر ابراهيم، محمد هاني، محمود وحيد، وحمدي فتحي، وعمرو السوليه، علي معلول، ناصر ماهر، مروان محسن، رمضان صبحي، وحسين الشحات، وليد ازارو، صلاح محسن، محمد شريف، جونيور اجاي. لاسارت هيلعب ازاي؟ هيلعب بطريقه ايه؟ هيلعب ب 11 مين؟ كل اللي احنا عايزينه زي ما اتفقنا، وكل الجمهور متفق معايا اعتقد، ان احنا عايزين 11 راجل في الملعب في مراكزهم. الموضوع سهل قوي، ان شاء الله اي 11 ينزلوا في مراكزهم ان شاء الله يؤدوا كمان بشكل حلو قوي. امبارح شفنا الاهلي والمقصه، وللاسف في ناس بيقولوا ده مش شكل الاهلي، وده طبيعي جدا يا جماعه، احنا بنفكر في 3 نقاط باقل مجهود بدني وذهني كل حاجه. بأقل حاجة، والحمد لله الحمد لله خدناهم. واللي يقول لك فريق مصر مقصة فريق ضعيف، قول له لا طبعا، ده فريق كان بيلعب على مركز رابع في المربع الذهبي، معاه مدير فني قدير جدا باسم طلعت يوسف، شركة كبيرة جدا عندهم كل حاجة توفر أي نجاح لأي حد، وعارفين مقصة اسم كبير فعلا في الدوري المصري. فإن أنت تكسبه بالشكل ده بالظروف اللي كان فيها النادي الأهلي، وهزيمة بحجم هزيمه النادي الاهلي ب5 أهداف مقابل لا شيء، وضغط نفسي رهيب عن اللعيبه، ان انت عندك ماتش الاربعاء وعندك ماتش السبت. فطبعا الحمد لله والشكر لله ان المباراه انتهت ب3 نقاط غاليه جدا النادي الاهلي باقل مجهود، وده مش هيبقى شكل النادي الاهلي في سان داونز. قلنا نفرق بين شكل النادي الاهلي في ماتش المقصه وبين شكله في سان داونز يوم السبت ان شاء الله المقبل، وقلنا ان كل اللعيبه قلوبها في الماتش وعقولها في يوم السبت. حتى الجمهور اللي كان في مباراه الكره الطائره اللي رفعوا راسنا رجال طائره نادي الاهلي بقياده المدير الفني محمد مصلحي، الجمهور برضو قلبه في الماتش وعقله في يوم السبت هيحصل ايه، والدنيا هتبقى ازاي، وشكلنا بقى عامل ازاي، هنرجع مش هنرجع، عايزين اداء مشرف، عايزين اداء كبير. اللقطه الرائعه للكابتن محمود الخطيب اللي بيشكر ربنا فيها على المكسب، لانه عارف قيمه النقطه للنادي الاهلي، لان الكابتن محمود الخطيب عليه ضغط. مش عايز اقعد اتكلم كتير عشان في ناس بتفهم غلط، لكن حاجة يعني ما تطلعش غير من واحد أهلاوي صميم قوي قوي، وأسطورة كبيرة باسم محمود الخطيب، ومجلس إدارة فعلا حاجة تشرف. قاعدين شايفين كلنا الحزن على وشوشهم في مباراة الطائرة وفي مباراة مصر المقصة والأهلي، حاجة بصراحة يعني تخليك أنت كأهلاوي كمان تفتخر أنت عندك رئيس مجلس إدارة ومجلس إدارة بالشكل الرائع ده. اهداف الاهلي في مصر المقصه كانت حاجه جميله جدا. حمدي فتحي بيرجع بعد اصابه، احرز هدف حلو قوي. ازارو كان محتاج الهدف ده قوي 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 كمان.
حاجات ايجابيه كتير جدا طلعنا بيها. فمش عايزين بقى نبص اصل شكلنا مش شكلنا، بنفكر في 3 نقاط هنجيبهم حطيناهم في الحصاله بتاعتنا بين اول الدوري ان شاء الله. مباراه الزمالك والمصري تخلص في مصلحتنا ان شاء الله كاهلاويه، كلنا بنتمنى كده يعني. ونشوف بعد المباراه مين هيبقى على قمه الدوري او حتى الزمالك حتى لو كسب، احنا عندنا لسه مباراه، عندنا تحديات كبيره جدا، عندنا ماتشات لسه صعبه، كل ماتش اصعب من اللي قبليه، كل تحدي بتدخله بيبقى تحدي اصعب من اللي قبليه. ده اللي مكتوب على النادي الاهلي واللي مكتوب على جماهير النادي الاهلي. وقلنا قبل كده كان معايا احمد السيد امبارح قال ان من كتر النادي او من كتر اللعيبه ما خدوا بطولات، الجماهير بقت حق ليها البطولات كلها. يعني خلاص عندنا طمع جماهيري ان اي بطوله بتاعتنا، وانا قلت طمع مشروع جدا. فخلاص الحمد لله اللي حصل حصل، ونركز بقى في مباراه يوم السبت. وتعالوا طب تعالوا طالما اتكلمنا عن الجماهير ماشي يا برجاوي، طالما اتكلمنا عن الجماهير تعالوا نشوف الزميله العزيزه هبه عبد الرحمن. دي مذيعه في التلفزيون الكويتي، مصريه مذيعه في التلفزيون الكويتي، وعملت لقاءات مع الجماهير الاهلاويه في الكويت. تعالوا نشوف جزء منها كده ونرجع لحضراتكم على طول. النادي الاهلي ده العشق، الكيان يعني اللي تربينا عليه، ولا يمكن تحت اي ظروف ولا اي كبوات ننسى النادي الاهلي. زي ما بيفرحنا احنا دايما وراه، برضه كبوته احنا وراه، واللعيبه بتاعتنا كل اللي مطلوب منكم بس يوم السبت تكونوا رجاله. صعدتوا او ما كانش في نصيب للصعود، المهم رد اعتبار. وجه رساله للنادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي، ان شاء الله باذن الله نشوف ماتش جميل جدا يوم السبت ورد اعتبار محترم، وهو ده اللي احنا منتظرينه ان شاء الله من 11 راجل في الملعب. وإن شاء الله بإذن الله ماتش ممتاز، ورجالة زي ما معودنا ان انتوا رجالة بإذن الله. ان شاء الله نتفائل بالصعود، وهنجيب اكتر من 6 بإذن الله مع الجمهور الجميل، لان الجمهور هو اللي ان شاء الله بإذن الله مع اللعيبة اللي هيعملوا حاجة جميلة جدا يوم السبت الجاي. هتبقى اقوى مباراة في تاريخ افريقيا ان شاء الله بإذن الله، وهيتحكي عليها سنين طويلة جاية ان شاء الله. لاعبتنا يوم السبت عايزينكم رجاله، ده شد لاعب في الملعب، احنا واثقين فيكم واحنا وراكم ومعاك يا اهلي. يلا اهلي 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 اهلي. انا هقول لهم حاجه واحده بس، احنا عايزين نرد اعتبارنا من اللي حصل الماتش اللي فات، ومش ضروري نصعد، احنا دايما في بطوله افريقيا ومش بتفرق معانا بطوله ولا بطولتين، اهم حاجه الكيان، واهم حاجه نلعب بروح الفانيلا. الحمد لله انا حبيت اقول اوصل رساله للاعيبه النادي الاهلي انه انتوا رجاله وهنفضل وراكم، ويوم السبت ان شاء الله عايزين 11 لاعب في الملعب، 11 راجل، 11 مقاتل، 11 جندي، وان شاء الله باذن الله احنا واثقين فيكم وتنصرون ان شاء الله، وربنا معاكم، وجمهور النادي الاهلي كله بيدعمكم من كل بقاع الدنيا. تمام، احنا بنبعت لكم رساله من الكويت، وكل جمهور الاهلي في كل الدنيا وراكم وبيدعمكم، وان شاء الله منصورين باذن الله. النهارده احنا جايين عشان نقول للنادي الاهلي ولرجاله النادي الاهلي، 11 راجل ان شاء الله هينزلوا يوم السبت، احنا دايما في ظهركم ودايما معودين على البطولات وعلى الفوز، وان شاء الله مش هننتظر منكم غير البطوله والفوز، وما يهمكوش من اي حد ومن اي حاجه، ودايما احنا في ظهركم، وان شاء الله باذن الله بدون اي مقاطعه ان شاء الله باذن الله تفوزوا، ان شاء الله هتفوزوا بفارق سكور كبير كمان، ودايما هترفعوا راسنا زي ما دايما متعودين ترفعوا راسنا باذن الله، موفقين باذن الله، ودايما في نجاح ودايما بفوز باذن الله. وعايز اقول لهم يعني بص دي رياضه في الاول وفي الاخر، دي كوره يعني، دو يور ايفورت، حط مجهودك، العب كله وان تيم، عندك جول واحد، هم ال 90 دقيقه كله مركز على هدف واحد. طب مع بعضينا على المكسب وعلى الخساره، معلش يعني سوري، بنكسب وبنخسر برضه في الاول وفي الاخر احنا مع الاهلي، مش مع حد تاني، بس هي دي النقطه، وربنا يوفقهم وان شاء الله يتمنى لهم كل التوفيق. بحب حاجه اسمها النادي الاهلي، وبتمنى ان النادي الاهلي يبقى في احسن مكان، لان ده مش طبيعه مكان النادي الاهلي اللي احنا متعودين عليه، اللي هو بيفرحنا، اللي احنا على طول بنشوفه بيكسب، وبنشوفه بيكسب بسكور. انا المباراه اللي فاتت دي عدت عليا بطريقه يعني، انا حاسس ان انا شفت ناس غريبه بتلعب في النادي الاهلي لابسه الفانيله ومش مش هو النادي الاهلي، لان احنا سمعنا كلنا حتى التعليق، وسمعنا الناس اتكلمت عن النادي الاهلي، اتكلمت كلام كويس،
بس يا ريت اللعيبه اللي في الملعب دي تحس باللي احنا حاسينه، تحس ان احنا عاوزين نوصل لهم رساله. ده كيان النادي الاهلي اللي احنا متعودين عليه في البطولات، متعودين بنرفع بطولات، مش متعودين ان احنا في المركز الثاني، مش متعودين ان احنا لاخر لحظه بنحاول ان احنا نصعد. مش جديد على الجماهير الاهلاويه في اي مكان في العالم كله ان هم يظهروا بالشكل المشرف ده وبالروح الجميله دي وبالدعم الغير مسبوق من اي جماهير بصراحه لهذا الكيان الكبير جدا جدا. اللعيبه بطمن كلهم حاسين بيكم جدا جدا، اللعيبه قبل ما يكونوا لعيبه في النادي الاهلي هم مشجعين النادي الاهلي واكيد مقهورين من جواهم باللي حصل يوم مباراه سان داونز، عشان كده بقول لكم ان احنا كان لازم نشد ايديهم ناخدهم من اللي هم فيه. معلش اللي حصل حصل، وان شاء الله يوم السبت باذن الله يرفعوا راسنا زي ما هم معودينها والطبيعي بتاعهم ان هم عاملين كده على طول. كمان تعالى اقول لكم عندي على الفيسبوك، عندي قريت مقاله جميله قوي، كلام حلو قوي قوي، حسسني يعني ان فعلا جمهوره عظيم قوي زي ما هو معودنا على طول. اسمه محمود اشرف، كان كاتب صباح الخير على اعظم جمهور في العالم، جمهور لم يصف نفسه بالوفي ولم يكن ابدا بالعاشق السلبي الابدي لهذا الكيان الكبير. ده كلامه، جمهور طالما اتهم زورا وبطلانا بانه يشجع النادي الاهلي من اجل انتصاراته ولم يلتفت من يقولون ذلك باننا دائما نكون اضعاف متضاعفه في كل ازمات الاهلي التاريخيه، نصور على كل متخاذل وندعم كل رجل. جمهور اختار ان يكون اللاعب رقم 12 ليس فقط في الملعب بل خارجه، يحزن من اجل الاهلي ويزيد عشقه ورغبته تتضاعف اضعاف كثيرة من أجل الصقر عند كل خسارة. أنتوا رقم واحد على فكرة يا محمود، مش رقم 12، وإحنا كلنا متفقين على كده. الرغبة الأسطورية اللي عند معظم جمهور الأهلي حاليا لحضور المباراة رغم كل الصعوبات لم تكن من أجل أن يرون فريقهم يحتفل بالكأس الأفريقية، ولا هي مباراة اعتزال نجم من النجوم، بل مباراة سينزل الأهلي فيها هو خاسر بخماسية مقابل لا شيء. نسبة الصعود في المباراة تتجاوز 10%، ولكنهم يثقون ويعلمون بأنهم سيتحدون أو سيتحدون كل الصعاب وسيحضرون المباراة وهم بنسبة كبيرة الطرف الخاسر. كلام كبير قوي بصراحة. أي سيرحلون والحزن يملأ قلوبهم. إن شاء الله إن شاء الله مش هيرحلوا وهم زعلانين يا محمود، بإذن الله بإذن ربنا، طالما في ذرة إحنا ورا الذرة دي. ولكن جمهور انتحاري وضع عشق الأهلي فوق كل اعتبار، فبالله عليكم هل هذا الجمهور عشق الأهلي من أجل انتصاراته، من أجل بطولاته، من أجل أساطيره، من أجل قوته الضربة وتاريخه الأسطوري؟ هذا الجمهور حب اسم الأهلي وكيانه، ونحن فخورون بفريقنا وفريقنا فخور بنا، وأنا فخور بأني واحد من هذا الجمهور العظيم. المجد، كل المجد للمتفائلين. عجبني قوي بصراحة، خلاني قاعد طاير من الفرحة. الكلام الكبير قوي 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 ده من محمود اشرف. شكرا جدا يا محمود وكل الاهلاويه كده على فكره. لما جيت اختار انا ابقى مواجه دايما ليكوا حتى لو انتوا هتزعلوا من كلامي ولا ابقى مع الموجه، اخترت الاختيار الاول. دايما بواجه ودايما بقول لكم الحقيقه ودايما بتكلم من قلبي، وانا عارف الكلام ده ما بيعجبش ناس كتير جدا، لكن انا اخترت كده وهفضل كده ان شاء الله لغايه لما اموت. لما اتكلمت على التعليق اللي انا كنت شايفه سلبي من واحد محب قوي قوي للنادي الاهلي، ما كانش قصدي خالص ان انا اروح في اي حته بعيده خالص، انا اتكلمت عليه وقلت قد ايه هو عاشق للنادي الاهلي، لكن انا الاسلوب كان صعب جدا بالنسبه لي كواحد منتمي لهذا الكيان الكبير جدا. كان ممكن اطلع واقول اللعيبه وحشه وزفت وطين وبتاع وبتاع وبتاع، وهبقى الناس هيقولوا بصوا ميدو بيتكلم بلسان، الكلام اللي في القلب غير الكلام اللي اتقال على الشاشات. لازم تعرفوا كده، احنا هنا شغلانتنا او شغلانه اي واحد بيدعم النادي الاهلي في اي مكان، في شاشه، في تلفزيون، في راديو، ان هو يدعم هذا الكيان بكل ما يملك من ايجابيات. السلبيات بيبقى ليها وقت معين بنطلعه، لكن مش في الوقت ده خالص. لكن الكواليني باكد تاني، الكواليني محب وعاشق بدرجه كبيره جدا للنادي الاهلي، الكيان الكبير، ومش جديد على الكواليني، لكن هو يعني من الحب ما قتل، وانا قلت كده امبارح. خلونا نرجع دي طبعا الجماهير، طبعا الجماهير وهي مستنيه التذاكر بتاعه المباراه سان داونز، وقلنا ان هم كانوا بايتين قدام الاستاد عشان يشوفوا التيكت، بس ان شاء الله ان شاء الله يفرحوكم باذن الله، يفرحوكم بادائهم برجولتهم المعتاده، وباكد على المعتاده. اللي حصل ده ما كانش ليه اي صله
بلعيبة النادي الأهلي ولا جمهور النادي الأهلي ولا كيان النادي الأهلي. عشان كده الحزن كان مخيم علينا كلنا وشفتوه يعني مجسم على وجه كابتن محمود الخطيب امبارح في أي لقطة كانت بتيجي عليه. في ناس بتعبر عن فرحتها بشكر ربنا. احنا عندنا كمصريين لما تبوس ايدك وش وظهر بتشكر ربنا على نعمه. وفي ناس بتعبر عن فرحتها بالشتيمة وقلة الأدب. مش احنا خالص يعني، الحمد لله شكلنا دايما احنا، شكلنا دايما احنا. الراجل عبر عن فرحته بشكر ربنا وهو معتاد يعمل كده، وحاجة جميلة جدا ولقطة للتاريخ ولقطة. هو كابتن الخطيب قبل ما يبقى رئيس نادي الأهلي يعني قاعد على قلوبنا، قاعد على قلوبنا جواها، جوا قلوبنا ما بيطلعش من ساعة ما كان بلعب كورة لغاية لما بقى رئيس نادي الأهلي. فامبارح كمان يعني دخل قلوبنا أكتر وأكتر، وشه بيقول كلام كتير جدا جدا كل الجماهير الأهلوية سمعته وشافته. إن شاء الله إن شاء الله عمر النادي الأهلي عمره ما هينكسر أبدا أبدا إلى أبد الأبدين إن شاء الله. وإن شاء الله دايما رؤوسنا مرفوعة بشكل نادي الأهلي وأخلاقه وأدبه وأمجاده وتاريخه وبطولاته ومبادئه، وكلنا فخورين، وبأكد على كلمة فخورين، إن إحنا انتمينا لنادي الأهلي سواء لعيبة أو مشجعين أو عمال أو في مجالس إدارات. أي حد بينتمي لنادي الأهلي بيقول لك أنا أهلاوي. الحمد لله والشكر لله. تعالوا نشوف السوشيال ميديا بيتكلموا ازاي عن المباراة. ودايما طبعا انا معايا زملائي اللي بعتز، بقول زملائي فعلا اللي انا بعتز بيهم جدا، احمد كيشو وفارس، ويبقى معايا كمان اسلام مهدي. ناخد كيشو على التليفون معايا. احمد ازيك يا ابو حميد؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. كله تمام؟ كله تمام. الزمالك والمصري كام كام الاول؟ 2-0 دلوقتي. فاضل قد ايه؟ ربع ساعة ان شاء الله. كتير قوي ان شاء الله. على الصدارة ان شاء الله. كتير قوي يا كيشو. 12 دقيقة كيشو. يا كيشو 12 دقيقة كيشو. ماشي يا معلش يا شفت الاعداد على طول مركز. 12 دقيقة يا كيشو، 3 دقايق يا كيشو، 3 دقايق. ده انا قاعد مش عايز اقول لك عامل ازاي. طمنا على الـ على الـ على الدفعة المعنوية اللي مديها الجماهير اللعيبة، وانت طبعا يعني رائد من رواد السوشيال ميديا وعندك ما شاء الله متابعين كتير جدا ومحبين ليك جدا. انت شخص اصلا محبوب ما شاء الله عليك. ربنا يخليك. طمنا كده على الدافع المعنوي اللي بيدوه الجماهير لفرقتهم ان شاء الله يوم السبت المقبل باذن الله. احنا زي ما حضرتك شايف كده ما شاء الله الناس يعني طوابيره يعني على الحاجه دي تذاكر، يعني الناس كلها ده دافع للعيبه ان احنا واثقين فيكم، واثقين ان احنا ان شاء الله. احنا مش بنقول ريمونتادا ولا مش عايزين ليها معجزه، يعني احنا منتظرين معجزه، لكن احنا عايزين رد اعتبار ان انت تلعب تاريخ الاهلي بعظمه الاهلي. يعني انا قلت قبل كده ان هو الاهلي يعني مش كنت شفت بتاع حضرتك في 8 نجوم تحت اللوجو بتاعنا، هم عندهم نجمه واحده. يعني في فرق بين تاريخ الناديين لا يذكر، يعني ما فيش اي مقارنه بين تاريخ الناديين. ان شاء الله ان شاء الله يزيدوا ان شاء الله يزيدوا في النجوم دي. وده ان شاء الله ان شاء الله. وده اللي حتى هو في ناس متصوره ان هو المدير الفني الثاني بيهدينا اللي هو المدير الفني بتاع صن داونز، لكن هو بيقول الحقيقه. يعني هو ما بيتكلم عن فرق بين الناديين وانهم اطفال قدام الاهلي، دي حقيقه فعلا. على فكره هو بيتكلم كلام واقعي جدا. بالظبط. هو مش بيهدي حد ولا بيخضر حد، هو بيتكلم، هو عارف حجمه قدام الاهلي. فدلوقتي الاهلي تاريخه، الاهلي عظيم قبل الماتش ده وبعد الماتش ده. جميل. لكن الجيل الحالي هو اللي تعرض للمباراه دي، للهزيمه القاسيه دي، فهم لازم يردوا اعتبارهم الكروي، هم اللعيبه. وبعدين انا مش عايز احملهم عبء نفسي ان هم احنا مطالبين بفوز 6-0 ولا كلام من ده. انا عايز يدخل الماتش واحده واحده، ما يتوترش، يدخل يلعب هم ما كانش في حاله طبيعيه. يعني انا بصراحه مش خلص. متوقع ابدا، احنا ما خسرناش كوره طبيعيه، بس انا مش عايز اقول حاجات كده وادي احساس عندي ان احنا مش كوره بس. لا مش كرة مش بس. هنتكلم خلينا نقول ان هي كانت كوره وما كانش يومنا، وكان يوم يعني لا كان في توهان في اللعبه غير طبيعي كده، بس ما علينا من كان توهان في ال 11 واللي نزلوا كمان. بالظبط كده بالظبط. فدي حاجه دي لو في حاجه غير الكوره فان شاء الله ربنا هيكرمنا، لكن لو خسرنا كوره ودي بتحصل برضه فان شاء الله حتى هيبقى في رد اعتبار، هنكسب هيد سكور. ودي بقى اللي انا عايز اوصله للعيبه، ان انت العب ما يهمكش يدخل فيك كام. يعني انت مثلا هتسجل اللي تقدر عليه،
لو انت دخلت بنظريه الريمونتادا وان انت تكسب 5-0 او 6-0، لو استقبلت هدف مثلا نتيجه مثلا كانت 2-1 او 3-1، لو استقبلت هدف فخلاص هتلاقي انت انهارت بدنيا وممكن النتيجه تبقى سلبيه. انا مش عايز اللي هو يفكر بالريمونتادا، انا عايز يفكر رد الاعتبار فقط، يلعب ان هو يكسب، دخل فيك هدف مش مهم كمل ولا كل حاجه حصلت. جميل قوي. يكسب 1 طبعا، انا يهمني انت تكسب وخلاص، سجل اللي تقدر عليه، ما يهمكش ما تفكرش ابدا في الريمونتادا. وهي وبعد كده مخبات الموضوع ماتش اصلا يعني ما حد، هم الفرقه الثانيه ما كانوش متوقعين ما يكسبوا الاهلي 5-0 بالظبط. فانت ما تعرفش تشوف ماتش هتكون ممكن يكون في توفيق ايه، ما تعرفش ايه اللي يحصل في الماتش يوميها، الفرقه الثانيه مش في يومها يعني، ممكن تحصل ظروف يكون في توفيق يغلب السبب. لكن والله حسينا ان الفرقه عملت اللي عليها، اللعيبه ما اثرتش، ده بس ده اللي احنا كنا عايزين بنوصله للعيبه، ودي ثقه الجمهور. الجمهور ما فيش جمهور في 5-0 وبيروح يحجز تذاكر وينام قدام الاستاد او اماكن حجز التذاكر عشان يحجز تذكره فريقه خسران بالهيب سكور تاريخي، يعني اكبر هديه في تاريخنا، ورغم كده الناس بتحاول، الناس واثقه والناس عايزه توصل الرساله دي، وهما ان شاء الله هيشرفونا ان شاء الله في مباراه العوده ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. كشو شفت دوافع مباراه المقصه اكيد مختلفه تماما عن دوافع مباراه سان داونز، الاهلي كسب امبارح، شفت المكسب ازاي في عجاله؟ ده كان مهم جدا، كان كويس جدا ان هو الحمد لله احنا فصلنا بين المزاج الافريقي اللي انت جاي بعد خساره كبيره، ركزت في الدوري، هو المكسب بتاع البلد حتى لو مكسب بسيط 2-1 مش مكسب كبير، لكنه 3 نقط ضمنتك النهارده ان شاء الله، ان شاء الله نحتفل النهارده بالصداره ان شاء الله، استعاده الاهلي لمكانه الطبيعي اللي احنا كنا كان فيه بس ظروف كده منعتنا منه يعني، ان شاء الله هنستعيد الصداره، هو ده المهم اللي هو. وبعد حتى ودي برضو رساله للناس بقى، لو حتى لو لا قدر الله ما وفقناش في العوده يوم السبت، ما نفكرش ان هو لا خلاص كده احنا بقى ونمشي بقى اللعيبه ونمشي مدرب، ولا لا ما فيش الكلام ده خالص، نكمل احنا عندنا دوري لسه قاعدين نكمل فيه، عندنا ماتش مهم بعد كده مع بيراميدز نركز فيه، وهكذا ومع الكاس لما يتلعب او وقت ما يتلعب يعني، وهكذا لازم احنا ناخد كل مرحله مرحلتها، ما ينفعش احنا نهد بقى المعبد وندمر الدنيا، احنا الحمد لله ودي وان شاء الله يعني ما شاء الله يعني الجمهور عنده ثقافه ان احنا مش بنقول كلام كده وخلاص، الجمهور وصل له الكلام ده يعني، دي حاجه واصله وان شاء الله هم ان شاء الله يعني احنا لو ما كسبناش ان شاء الله هنعمل نتيجه مش هتخسر ان شاء الله. يا رب يا كيشو يا رب. شكرا جدا، بشكرك على مداخلتك الجميله دي، شكرا جدا لاحمد كيشو اللي انا دايما بقول زمايل يعني مش رائد من رواد الفيس بوك. اتكلم في نفس الاطار بنتكلم فيه عن دور الدعم الجماهيري، عن اهميه مباراه سان داونز، عن اهميه 3 نقاط. طمنونا يا جماعه على طول على الوقت يا جماعه، وطمنونا على النتيجه لو سمحتوا، يعني كام وفاضل كام دقيقه؟ طيب 6 دقايق فاضلين، مش عارف بقى الحكم هيدي كام دقيقه، وقت ضايع يا مسهل يا مسهل الاحوال. تعالوا اقول لكم على نكمل اخبار كده وهناخد مداخلات ثانيه. رئيس الجهاز الطبي بيقول على او بيتكلم على غياب ندفد بعد الاشعه اللي اجراها كريم ندفد لاعب وسط النادي الاهلي اللي اعلن عن تمزق في غضروف الركبه وتعرض لها اثناء مباراه مصر المقصه. الف سلامه عليك يا كريم، الف سلامه عليك. في اصابات كده بتيجي نتيجه الضغط العصبي. الحمد لله الحمد لله. ده الدكتور احمد عبد العزيز رئيس الهيئه الطبيه للنادي الاهلي قال ان تحديد موقفه من الحاجه للتدخل الجراحي من عدمه وكذلك مده غيابه عن الملاعب وبرنامجه العلاجي، قال لسه هيشوف الكلام ده كله. ماشي. الاهلي يبدا معسكره المغلق اليوم استعدادا للقاء سان داونز الهام جدا جدا جدا، معسكر مغلق ان شاء الله النهارده في برج العرب استعدادا لمواجهه سان داونز يوم السبت المقبل باذن الله. قلنا ندخل في معسكر بدري يومين لزياده التركيز، نقفل على اللعيبه، نفكر في المباراه، نفكر في الجماهير، نفكر في حاجات كتير جدا، ان شاء الله نخرج بالشكل اللائق قبل النتيجه قبل النتيجه. لاسارتي بيجتمع بالجهاز المعاون على هامش المران، مارتن لاسارتي بيجتمع بالجهاز المعاون، اكيد اتكلموا فيه حاجات كتير جدا، هنعمل ايه يوم السبت، بيتكلموا برضه في الدوري، بيتكلموا في اللعيبه، بيتكلموا في الشكل الخطط اللي هينزلوا بيه، بيتكلموا فيه حاجات كتير جدا جدا على هامش هذا المران. وكمان كان في محاضره مع اللاعبين قبل انطلاق المران، اكيد كله هيبقى تحفيزي، كل الكلام تحفيزي.
انتوا مش اللعيبه اللي ظهرت الماتش اللي فات ده، ننساه، كلنا كنا بره الفورمه خالص ذهنيه وبدنيه وكل حاجه بصراحه، كل حاجه بصراحه. فعايزين نرجع، عايزين نرجع نطمن جماهيرنا، عايزين نرجع كمان لنفسنا قبل اي حد. ده اكيد حال مارتن لاسارتي مع اللعيبه. وغدا الاجتماع الفني لمباراه الاهلي وسان داونز، اجتماع فني يوم الجمعه ان شاء الله، هيكون على في برج العرب ايضا، للكلام على تفاصيل بقى المباراه وينزلوا ازاي باللبس ازاي. هيبقى اجتماع فني بيشمل كل التفاصيل ان شاء الله الثانيه ظهرا بعد الصلاه باحد الفنادق، الاتفاق على كافه التفاصيل الخاصه بزي الفريقين، توقيت الحضور، كافه الامور التنظيميه في حضور مندوب الاتحاد الافريقي لكره القدم. بحاول اقول لكم الاخبار بسرعه عشان نستقبل ضيوفنا الكرام. ولاسارتي وكابتن الاهلي في مؤتمر صحفي غدا للحديث عن مباراه سان داونز. هيكون مين كابتن الاهلي؟ حسام عاشور مع لاسارتي، هنشوف بكره ان شاء الله. اتكلموا برضه عن المباراه، اتكلموا عن المباراه بشكل عام، اكيد ما بيتكلموش في التفاصيل، لكن ده حاجات يعني عادات ورسميات بتحصل قبل المباريات بصفه عامه. عبد الحفيظ بيقول لا صوت يعلو فوق مباراه سان داونز وقادرون على تحقيق الاهداف. ده سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي بيتكلم، بيقول لا صوت يعلو فوق مباراه سان داونز. عشان كده قلت لكم اللعيبه كانت بقلبها في المباراه مص المقصه، وكانت بعقلها كله في مباراه السبت المقبل. كل لعيبه همها ان هم يرجعوا بشكلهم للجماهير. حتى تصدقوا احنا ما فرحناش امبارح بالمكسب، وممكن كمان النهارده كمان يعني الدوري زي ما بيقولوا اهلاوي، عايزين افريقيا، عايزين شكلنا. فان شاء الله ان شاء الله يرجعوا باذن الله يوم السبت زي ما عبد الحفيظ بيقول، كابتن سيد عبد الحفيظ بيقول قادرون على تحقيق الاهداف. ده كان كلام كابتن سيد عبد الحفيظ. اقول لكم قال ايه بالظبط؟ نخوض مباراه العوده امام سان داونز باسمنا وتاريخنا ومواقفنا التي يعرفها الجميع، ستكون امام اعيننا وبالطبع ستكون مهمة صعبة للغاية، ولكننا قادرون على تحقيق المطلوب منها. ده كلام كابتن سيد عبد الحفيظ. وأوضح أن الأهلي فريق كبير يمتلك اسما وتاريخا في كرة القدم، ومن ثم نتعامل مع المباراة يوم السبت على هذا الأساس، مشددا على أنها في النهاية مباراة كرة قدم 90 دقيقة نسعى فيها لتحقيق الأهداف. قال لازم يبقى في تركيز شديد من جانب اللعيبه، طبعا دي حاجه اكيده، والتفكير في المباراه بشكل جاد وكامل بعد الانتهاء من المباراه السابقه، وبعد الانتهاء ايضا من مباراه مصر المقصه بالامس. ماشي. عبد الحفيظ خدم كلامه بيقول نبدا اليوم معسكرنا استعدادا لمواجهه سان داونز، ولدينا اصرار كبير على الخروج من المباراه بشكل مميز يتناسب مع اسم وتاريخ وقيمه الاهلي الكبيره على جميع المستويات. ده كان كلام كابتن سيد عبد الحفيظ. حسام عاشور بينتظم في المران، بطمنكم على اللعيبه. وليد سليمان واكرامي بيشاركوا في المران ايضا. وليد سليمان وشريف اكرامي ثنائي الفريق شاركوا في المران الجماعي والذي يقوم عصر اليوم. الحمد لله اللعيبه بترجع. مران استشفاء اللعيبه الاساسيين في مباراه المقصه، ضغط مباريات سان داونز المقصه، سان داونز بيراميدز، ضغط مباريات كبير جدا على لعيبه النادي الاهلي، لكن انتوا بتشوفوا. طمنونا يا جماعه، لسه كام دقيقه؟ لسه كام دقيقه؟ ليه بقى؟ ليه بقى كده بقى؟ ليه بقى الاخبار دي؟ وخمس دقائق كمان؟ دقيقه 90 دلوقتي؟ اعذروني يا جماعه، يعني اعذروني، انا برضو قلبي معاك وعقلي في هذه المباراه الهامه جدا. ضربه جزاء؟ ماشي، ما انا مش هقعد اتكلم بقى على الماتش وهشوف ضربه جزاء صحيحه ولا مش صحيحه ولا الدنيا ايه؟ ماشي. جون؟ ماشي. وليد سليمان واكرامي خلاص، مران استشفاء اللعيبه خلاص، رجال يد الاهلي يتاهل نصف نهائي كاس الكؤوس على حساب نظيره فريق سموحه 2-1. انتوا كده هتقعدوني بقى مش مركز في حاجه خالص. ماشي. كابتن الخطيب بيطلب تقريرا عاجلا عن احداث كره الماء وعقوبات قاسيه لكل من خرج عن تقاليد النادي الاهلي. خير يا جماعه. طلب الكابتن محمود الخطيب، اقول لكم الخبر نتكلم فيه، من رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي، تقريرا شاملا وعاجلا عن كافه الاحداث الغير لائقه والتي تزامنت مع نهايه مباراه الاهلي والجزيره في كره الماء امس، والتي اقيمت بنادي الصيد وشهدت تجاوزات لبعض العناصر من هنا وهناك في مشهد يتنافى مع الروح الرياضيه والتنافس الشريف كعاده النادي الاهلي.
واكد كابتن محمود الخطيب في حديثه مع رؤوف عبد القادر رفضه القاطع لاي خروج عن قيم وتقاليد النادي، وان خطا الغير وان اخطا الغير في اي موقف لا يعني الرد بنفس الطريقه، ما نردش يعني الاساءه بالاساءه في الملعب، وان الاهلي كعادته يدافع عن حقوقه من خلال القنوات الشرعيه. ده الطبيعي بتاع النادي الاهلي. ختام بطوله السفارات والهيئات الدبلوماسيه بالنادي الاهلي ان شاء الله بفرع زايد غدا الجمعه، مواجهه قويه للغايه او منافسات قويه شهدتها هذه البطوله. ماشي. طنطا في الدوري الممتاز رسميا، مفاجاه النهارده في المجموعه الاولى تعادل المتصدر وتعادل الترسانه ايضا، ما اعتقد اف سي مصر تعادل النهارده وبقى الفرق بينه وبين سيراميكا كليوباترا نقطه واحده بس. المباراه اللي جايه مباراه في غايه الصعوبه بالنسبه لاف سي مصر وسيراميكا. الترسانه خلاص اعتقد ان هو بقى بره المنافسه ولا لسه، هشوفه واقول لكم بعد ما اتاكد من المعلومه. نادي طنطا خلاص في الدوري الممتاز رسميا بعد فوزه على سيد سالم 2-2 في الجوله ال 25 وقبل الاخيره، بعدما رفع رصيده للنقطة 49. طنطا خاض 25 مباراة في الدوري الدرجة الأولى، فاز في 13، تعادل في 10، وخسر مباراتين، وأحرز 26 هدف، دخل مرماه 12 هدف. سيخوض آخر مباراة في الدوري أمام أبو كير الأسمدة، يقود طنطا أيمن زين مدير فني الكوف، ومحمد عطية، أسامة ليلى، وعادل الخطيب. وسبق للمزين أن صعد بالرجاء المطروحي والشرقية والأسيوطي، ما شاء الله اللي هو بيراميدز دلوقتي، الى الدوري الممتاز. اربع فرق صعد بيهم المدير الفني الكفء جدا ايمن المزين. كل التوفيق ليك كابتن ايمن، ان شاء الله تكمل معاهم في الدوري الممتاز. هو اللي انت بقى غاوي درجه اولى دي بقى بتاعتك بقى، يعني تخصص صعود فرق. ساكتين ليه؟ طمنوني. لسه كام دقيقه؟ تصدقوا ما حدش بيرد عليا والله. طيب ماشي. خلينا اهم حاجه دلوقتي ما يزيدش. الاتحاد الافريقي بيعلن تصنيف النهائي قبل 24 ساعه من قرعه امم 2019. التصنيف الاول ضم مصر والكاميرون والسنغال وتونس ونيجيريا والمغرب. التصنيف الثاني ضم جمهوريه الكونغو الديمقراطيه ومالي وكوت ديفوار والجزائر وغانا وغينيا. التصنيف الثالث ضم كل من جنوب افريقيا واوغندا وبنين وموريتانيا ومدغشقر وكينيا. التصنيف الرابع زيمبابوي وغينيا بيساو وناميبيا وانجولا وتنزانيا وبوروندي. ومن المحتمل ان تكون هناك مواجهه مرتقبه تجمع منتخب مصر مع منتخب الجزائر والمتواجد في التصنيف الثاني، وهو ما ستحدده قرعه كاس العالم 2019 غدا باذن الله. هنشوف الكلام ده. قرعه كاس الامم الافريقيه، اسف معلش بقى، يعني اعذروني شويه، يعني دماغي في حته ثانيه دلوقتي. ربنا يسهل بقى ونكمل الحلقه دي على خير، يعني نزعل جدا. والكاف يعلن تفاصيل حفل قرعة كأس الأمم الأفريقية غدا، واللي هتقام في مصر على سفح الأهرامات، أهم الأماكن السياحية في العالم كله وليس في مصر فقط. تفاصيل قرعة كأس العالم كشف عنها الاتحاد الأفريقي اللي هتقام غدا بإذن الله في منطقة الصوت والضوء بأهرامات الجيزة، حدث تاريخي لتحديد المجموعات الست التي ستخوض مباريات البطولة القارية والتي ستقام من الفترة 21 يونيو وإلى 19 يوليو المقبل بإذن الله. يتضمن الحفل تسليم الكاميروني سونج أسطورة كرة القدم الكاميرونية كأس البطولة، تمام، على أن يسير بها بحافلة مكشوفة في شوارع القاهرة حتى يصل إلى مقر إقامة القرعة بمنطقة الأهرامات بهدف عرض الكأس على الجماهير المصرية. أنا عايز النتيجة يا برجاوي، قول لي النتيجة. ده التصنيف قدام حضراتكم. طرد للمصري. فاضل كام دقيقة؟ طمني ريحني عشان أعرف أتعامل مع الناس. زودوا كام بقى يعني؟ ماشي. وطرد للمصري كمان، ربنا يستر ربنا يستر. خلينا نركز ماشي حاضر. تضمن خلاص، احنا قلنا هيمشي السونج بالكأس الأفريقية في شوارع القاهرة في حافلة مكشوفة إلى مقر سفح الأهرامات إن شاء الله بكأس الأمم الأفريقية. كمان الحفلة هيستمر لمدة 141 دقيقة،
ويشمل أو يشهد العديد من الفقرات الفنية والغنائية بجانب كلمة رسمية لمنظمي البطولة وعروض ضوئية مبهرة في منطقة الصوت والضوء، حاجة طبعا تحفة. كمان قالوا ان العرض هيتضمن عرضا ضوئيا مبهرا بشاشات عملاقه في مختلف مكان اقامه القرعه المجهز باحدث التكنولوجيا في العالم من اجل الابهار مع استخدام الصوت والضوء واهرامات الجيزه في العرض مع اضاءه مسلطه على ابو الهول والاهرامات والتي ستاخذ التركيز الابرز من حفل القرعه نظرا لتاريخيه المكان. انا سامع دوشه في ايه؟ هو تقول لي في تعادل ولا حاجه؟ طيب نجيب فارس على التليفون. جاهزين؟ موجود فارس؟ موجود. طيب ما اكيد مشغول بالمباراه. ماشي. دي كانت اهم الاخبار. قلت لكم خلاص التصنيف الاول والثاني والثالث والرابع افكركم بيه مره ثانيه. التصنيف الاول ضم مصر والكاميرون والسنغال وتونس ونيجيريا والمغرب، والتصنيف الثاني ضم جمهوريه الكونغو الديمقراطيه ومالي والكوت ديفوار والجزائر وغانا وغينيا، والتصنيف الثالث ضم كل من جنوب افريقيا واوغندا وبنين وموريتانيا ومدغشقر وكينيا قدام حضراتكم. التصنيف الرابع ضم زيمبابوي وغينيا بيساو وناميبيا وانجولا وتنزانيا وبوروندي. ماشي، دي التصنيفات. ومش عايزين يطمنوني، مش عايزين يطمنونا يا جماعة. إن شاء الله تخلص على خير، وإن شاء الله نشوف الترتيب الدوري بعد هذه. خلص الماتش؟ طب مش تقولوا لي يا جماعة، يعني مش تقولوا لي، يعني سايبيني كده قلقان. الأهلي على قائمة الدوري العام رسميا بدون أي مباراة لأي خصوم. الأهلي ركب الدوري يا جماعة. ألف مبروك للأهلاوية، وإن شاء الله تحت يعني شعار آخر يوم السبت إن شاء الله بإذن الله يفرحونا برضو بعرض قوي جدا بعد ركوب الدوري رسميا للنادي الأهلي. الأهلي كان عايزين بقى نشوف بقى الصور اللي كان الأهلي في المركز الأخير فيها بقى، ونشوف الناس اللي كانت بتصور، والناس اللي يقول لك الأهلي بيصارع على الهبوط وكان عنده 10 ماتشات. الواحد ماسك لسانه بالعافية والله العظيم، عشان خاطركم بس، عشان خاطر شكلنا. من قبل الأخير الحمد لله دلوقتي بقينا في المركز الأول رسميا بفرق كام نقطة يا جماعة؟ فكروني كده عشان أنا ساعات بنسى نقطة واحدة بس. مش مشكلة. بقي كام نقطة دلوقتي؟ كام قول لي يا قلبة النقاط يا قلبة، عشان الفرحة بصراحة يعني لسه بدري خالص. لا عندنا مباريات كتير جدا جدا، وعندنا مباريات مهمه جدا، لكن احنا زي ما قلت لكم الاهلي شاغل نفسه بنفسه بس، عشان كده ربنا بكرمنا ان شاء الله ربنا يكرمنا ان شاء الله. لا انا عايز اشوف الاغنيه اللي انا قايل لك عليها، ده انا محضرها للاهلاويه، اوعى تكون ما جهزتش. طيب نرجع بعد الفاصل. دلوقتي فاصل، يلا نطلع فاصل ونرجع مع حضراتكم على طول، استنوني. اهلا بحضراتكم من جديد، لسه مستمرين معاكم في الاهلي الليله، ونورني وشرفني نجم مصر ونجم النادي الاهلي الكابتن الكبير الكابتن عادل طهيمة. منور الدنيا يا كابتن. كابتن ازيك؟ عامل ايه؟ زي الفل والله. مبروك. الفانيلا ملت شويه عليك. قصدك انا اتخنت؟ اه. ده انا جايبها كده يا كابتن عشان هي بتكبرنا، الفانيلا بتكبر. اه. وبتحلي. وبتحمس والله العظيم فعلا. امبارح من ساعه ما لبسنا التيشيرت يعني حاسين فعلا احنا رجعنا لاجواء الملعب والجمهور يشوفنا. والله الخير جاي ان شاء الله. يا رب يا كابتن، يا رب. وجه الحمد لله الاهلي دلوقتي بقى على عرش جدول الدوري المصري، فرق نقطه واحده عن نادي الزمالك، بقى في المركز الثاني. اعتقد ان الامور رجعت لمجاريها. بسم الله الرحمن الرحيم. بدايه بهني جمهور النادي الاهلي وادارته وجهازه ولاعيبته امبارح على الفوز الغالي امبارح، ثم النهارده التصدر للدوري من بدايته. ف
ورشينا حلو على النادي ان شاء الله، وباذن الله تعالى يوم السبت ان شاء الله هنعدي المباراه ديت، لانها مباراه من وجهه نظري ما فيش حاجه مستحيله في النادي الاهلي اكيد، وان شاء الله اولادنا مع الدفعه المعنويه وتصدرهم للدوري هتكون دافع من ضمن الدوافع اللي تخلينا المباراه ديت من بدايتها مع الجهاز الفني يبقى هناك سيناريو للمباراه يعرف يعني ايه اجيب اهداف في الشوط الاولاني تؤهل الفريق الاخر انه معنوياته يبقى فيها نوع من الحرص الزياده، وبالتالي اولادنا الشوط الثاني ان شاء الله يقدروا ان هم يجيبوا الاهداف، واتمنى ان الشوط الاولاني ينتهي 5-0 باذن الله تعالى. يا الله يا كابتن والله مش عارف اعمل لك ايه والله يا ميدو. انا الحقيقه انا جاي معاك مخصوص علشان لما في بعض القنوات او بعض المحللين او في الاعلام ويبقى في نوع من التشفي من البطل، انت بتشفى من مين؟ انت بتشفى من بطل، طب انت هتهز منه ايه؟ هتخصم منه بطولات؟ هتخصم منه جماهير؟ انت بتخصم من نفسك ومن قدرك عند الناس، لانك انت عامل زي واحد بيستنى غلطه لبطل. اللي انا زعلان منه انه احيانا البعض مننا يصعب المباراه لدرجه ان انا حسيت انه صن داونز ده انا هلاعب برشلونه ابدا ميسي. والله ابدا والله. فانا بقالي اسبوعين ما مش موجود في القناه، فانا قاعد بغلي ان انا صن داونز ده يعني انا بصور للجمهور ان انا بلاعب حاجه عملاقه تاريخه ايه في افريقيا خالص بالنسبه للنادي الاهلي، احترامنا كبير ولا حاجه بالظبط، وبعدين عمال اصعب اصعب اصعب. لا ما ينفعش يبقى الكلام ده موجود، لان انا الفرقه كلها وهي بتقابلني بتشعر بالخوف وتشعر ان انا بلعب لاخر دقيقه، وشفنا في كل مبارياتنا على مدى تاريخ النادي الاهلي واخرهم المباريات الاخرانيه اذا كان مع الاتحاد ولا كان هنا ولا هنا، كل ماتشاتنا ولله الحمد ولادنا بيلعبوا لاخر نفس والاخر دقيقه. مقصه امبارح لعبوا في ظروف صعبه جدا يا كابتن عادل، اكيد حضرتك مدرب كبير وعارف قد ايه كانت الظروف النفسيه صعبه على اللعيبه، وكسبوه باقل مجهود يعني طلعوا بالهدف وبيفكروا في مباراه يوم السبت المقبل باذن الله. بقول لك يا كابتن ميدو الكاس اللي احنا شربنا منه التيم المنافس شرب منه النهارده. انت النهارده مرهق، الزمالك مرهق بالظبط بالظبط. طب انت لعبت قد ايه؟ انت النادي الاهلي من 7-8 شهور وبيلعب كل يومين ماتش، انت يعني حقيقي اول مره التيم المنافس للنادي يلعب مباراه مضغوطه مرتين بس بالظبط، مش شهور. وكذلك اولادنا سفر وانتقالات وعنف، احنا شفنا امبارح الماتش مفيش حمايه، الحكم مفيش حمايه، ازارو امبارح اتضرب كل انواع الضرب من فوق ومن تحت وكل اللعيبه. مشروع للمقص انه يلعب، وانا بحييهم على ادائهم الرجولي طول المباراه، لكن الاداء ما يتحولش الى الخشونه المتعمده والعنف الزايد. انت على الاقل نلعب تنافس شريف ما يبقاش فيه نوع من انواع الاصابه. امبارح كان اكتر يعني لولا ان ازارو يعني جسمه خفيف ويعرف يتفادى الاصابه وكذلك اكتر من لاعب امبارح محمود وحيد عماد وحيد ضرب جامد جدا امبارح، ومع ذلك ولله الحمد بفضل الله ولادنا الاخر ديه متماسكين. الشوط الثاني صحيح بيبقى فيه نوع خسرنا ندفد طبعا، انت لعبت ناقص في الاخر، لكن برضو من ضمن الحاجات المدير الفني والجهاز الفني عامل حساب يوم السبت بالظبط، فموزع اللعيبه. انا قلت قلوبنا في ماتش وعقلنا في ماتش يا كابتن. لا هو النادي الاهلي كل ماتش بماتشه، يعني انا بلعب يعني دوري ببقى تركيزي كله دوري. انا معلش عايز اسال لحضرتك سؤال بس، عايز انوه لبعض النقاط اللي حضرتك اتكلمت فيها، ونقاط مهمه جدا جدا جدا، ان انت مهما تقعد وتتكلم في تلفزيونات او في راديو او في اي وسائل مرئيه او مسموعه او حتى مكتوبه، عمرك ما هتنال من النادي الاهلي بشعرايه. دي كان اول رساله وجهها الكابتن الكبير الكابتن عادل طعيمه للناس اللي بتحاول تنال من النادي الاهلي لما بيقع. الرسالة الثانية ان انت ليه طالما انت مش قد ضغطة المباريات بتطالب ان هي تلعب مباريات مضغوطة؟ يعني انا يعني الكابتن عادل دايما اسلوبه مبسط، بس انا باكد على النقاط دي لانها كانت نقاط مهمة جدا. ضغطة المباريات اللي بيعاني منها النادي الاهلي من بدري جدا يا كابتن عادل، ولما نيجي نقول يا جماعة ريحونا
اديك شربت من الكاس. تاني مباراه مضغوطه بس انت بتلعب من اول الدوري يا كابتن عادل وانت مضغوط مباريات ما بين كانت بطوله عربيه ما بين كاس افريقيه ما بين دوري عام ما بين ما بين ما بين ما بين ودلوقتي اكيد كله هيشتكي دلوقتي من الضغط والارهاق بس خلاص انت بتلعب فرق مرتاحه بقى لها شهر بالظبط وانت مضغوط كل 48 ساعه بتلعب مباراه وكلهم سفر وذهنيا انت كمان انت ما بتلعبش في الاستاد ملعبك بالظبط وحتى ملعب بترو سبورت مش الملعب اللي النادي الاهلي بيتمناه فانت فرقه منها مش عارفه ملعبها تخيل فرقه بتلعب في الدوري الممتاز بحجم النادي الاهلي مش عارفه ملعبها غير جمهور ومن غير جمهور ده جمهورك ده انا قلت في مره 70 80 واحد بينتقد بيقول لي قلت له يا اخي من فضلك لما يكون النادي الاهلي بيلعب انزل اي محافظه ولما الاهلي يجيب جول شوف رد الفعل وانت ماشي في الشارع رد الفعل هتسمع ايه بالظبط احكم بقى ساعتها 70 ولا 80 مليون اللي بيشجعوا النادي الاهلي انا من فضلك انزل اسكندريه انزل اي حته في اي محافظه في مصر وامشي كده والاهلي بيلعب هتعرف جاب جول اعرف بقى العدد المظبوط اللي انا مش ببالغ فيه لانه النادي الاهلي له تاريخ ووطنيه وكلام طبعا كل الاهلاويه عارفين اكيد يا كابتن طالما حضرتك اتكلمت على الجماهير تعالوا ناخد راي الجماهير في الكويت الجزء الثاني من التقرير اللي عملته الزميله هبه عبد الرحمن من تلفزيون الكويت وبعتته لنا مشكوره جدا جدا تعالوا نشوف هذا التقرير ونرجع مع الكابتن الكبير كابتن عادل طهيمه انا بقول ان الشيء مما اتاه لا يستغربه الاهلي عودنا على البطولات احنا وراكم مهما حصل يعني نتيجة يوم السبت اي نتيجة احنا ورا الفرقة جمهور الاهلي ورا الفرقة اهم حاجة الدوري لازم الدوري السنة دي استثنائي لازم ناخد الدوري السنة دي ان شاء الله اهم حاجة ماتش المقصة نكسبه ويوم السبت اهم حاجة اللعيبة تكون رجالة بس تكسب تخسر اي حاجه تحصل المهم ان اللعيبه تكون رجاله اللي اقدر اقوله ان شاء الله املنا في اللعيبه كبير وباذن الله هنشوف 11 لعيب رجاله في الملعب وهيفرحونا ويعوضونا عن الماتش اللي فات وباذن الله هيعوضونا اكتر من يعني قد ما هم احنا اتضايقنا وزعلنا بس الحمد لله احنا برضو وراه وظهره ان شاء الله هنفرح كلنا يوم السبت اللي جاي وكلنا في ظهر النادي الاهلي باذن الله احنا حبينا نجمع النهارده عشاق النادي الاهلي جماهير النادي الاهلي عشان يوصلوا اللعيبه رساله واحده بس احنا معاكم احنا وراكم احنا في ظهركم مهما حصل احنا بنشجع كيان بنشجع افراد لا بنشجع لعيبه معينها ولا بنشجع مجلس اداره محدد ولا بنشجع جهاز فني احنا بنشجع اسم النادي الاهلي وعارفين ان انتوا على قدر المسؤوليه وعارفين ان انتوا تقدروا تصلحوا اللي حصل يوم السبت اللي فات ده وان شاء الله ان شاء الله كلنا ثقه فيكم كلنا ثقه وبندعمكم بكل قلبنا ان احنا يوم السبت 11 راجل في الملعب بس انا صارت كمان انا عايزه اوجه لك رساله We trust you. As long as you said that the responsibility of what happened in Sundowns match, the first one, you take care of this responsibility, you and all the players, we trust in you. So please, don't let us down. We trust in you again. لعبت النادي الاهلي يا رجاله يا ما فرحتونا انتوا مخلينا دلوقتي بعد الهزيمه اللي فاتت دي ماشيين رافعين راسنا في السماء ماشيين بنقول احنا اهلاويه ماشيين ولابسين تيشيرت النادي الاهلي حتى بعد الهزيمه فدي حاله معموله من سنين وهتفضل السنين كمان جايه لو سمحتوا خليكم على قدر المسؤوليه واعرفوا ان احنا وراكم وبندعمكم مهما حصل شكرا ليكم في كل الاحوال وان شاء الله ان شاء الله هنتقابل تاني وهنعمل فيديو تاني كمان علشان نحتفل مع بعض حتى لو ما تاهلناش انا عارفه فرصه يمكن اقل من صفر في اقل من 0.5% لكن انا كل ثقه ان انتم مش هتدخروا نقطه عرق واحده بس عشان اسم النادي الاهلي انا عارفه ومتاكده ان انتم كلكم عارفين يعني ايه شعار النادي الاهلي عارفين يعني ايه الشعار بتاع النادي الاهلي على قلبكم بتلعبوا فنتمنى ان شاء الله ان احنا نشوف مباراه تنسينا اللي حصل نشوف 11 راجل في الملعب وانا عارفه انكم هتعملوا شكرا جدا ليك يا هبه دي هبه عبد الرحمن زميلتنا من تلفزيون الكويت مصريه بتشترك في تلفزيون الكويت اللي احنا شفناها اخر حد لابسه اعلاميه بدرجه مشجعه اهلاويه من الدرجه
التالتة شمال، يعني حاجة جميلة جدا. شكرا جدا ليك يا هبة، وكنت جميلة جدا، والتقرير بتاعك جميل جدا جدا. شكرا جدا ليك، وده المطلوب منكم، وده اللي احنا مستنينه من كل الجماهير الأهلوية في كل مكان. شكرا جدا ليك، وإن شاء الله لما تيجي تشرفينا هنا في قناة النادي الأهلي تنورينا وتشرفينا. بشكرك للمرة المليون. ولو جه جول في الكويت، الأهلي بيلعب جه جول في الكويت، هنسمعه احنا هنا، هنسمعه هنا. يعني كابتن عادل، عايز اسال حضرتك سؤال. وانا عارف حضرتك بتختصر الاجابه جدا جدا، بس انا عايز اعرف من مدرب كبير زي حضرتك وشخصيه كبيره زي حضرتك، ايه اللي حصل يوم سان داونز، وايه الغياب المتكامل للفرقه؟ هل حضرتك حصرت القصه دي وحضرتك مدرب شفت 13 او 14 لعيب بالحاله دي؟ الحاله دي وارده، مش هنفتكر، لا لا مش هنفتكر، انا عايز بس حاجه تانية. الحاله دي وارده ولكل فرق العالم. تمام. برازيل، في البرازيل بتتغلب 7 من المانيا. تمام. في البرازيل. تمام. كاس عالم. وبعدين برشلونه بيتغلب في فرنسا 4 وبيكسب 6-1 في اسبانيا. جميل. هو ده اللي انا عايزه من السؤال. برشلونه في ملعبه بيكسب روما 4-1. وبيروح ايطاليا بيلاعب روما بيتغلب 3 وبيطلع من بطوله اوروبا. جميل. وارد ان تيم بحجم برشلونه وريال مدريد بيبقى يعني المليء بالنجوم والمواهب والامكانيات الماديه، امكانيات ماديه توازي ميزانيه الدوله فعلا، ومع ذلك حصل لهم الكلام ده. تيم برشلونه يتغلب 4 يتغلب 3 من روما، مين يقول كده؟ الناس كلها رايحه وعارفه ان برشلونه راجع، وارد جدا انه يحصل. بس دي من الحاجات اللي عمرها ما حصلت في تاريخ النادي، عشان كده كانت جديده، كانت جديده. وفي نفس الوقت الاعلام المنافس كان بيضرب تحت الحزام، مش كوره بقى، دي مش كوره، دي سياسه بقى ولا حاجه تانية غير كوره. لان وارد جدا كروية في كره القدم، ما الزمالك كان احيانا برضه 5 وكان كسبان اظن 4 واتغلب 5، حاجات كده وارده كتير في كره القدم. احنا ما نتمناهاش للتيم المنافس لما بيكون بيلعب في افريقيا، لان احنا كلنا بنتمنى للفرق بتاعتنا انها تبقى على المستوى الافريقي، تبقى جميلة مميزه. جميل قوي. انما انا يعني احساسي باذن الله تعالى ان ولادنا ان شاء الله هيعبروا عن معدنهم الاصيل يوم السبت ان شاء الله. جميل قوي باذن الله تعالى. جميل قوي يا كابتن. هو ده كان الغرض من سؤالي للكابتن عادل، مش بنفكر حد بهزيمه ولا حاجه، وانت عارفين ضد الكلام ده خالص، ودايما باكد على رجوله لعيبه النادي الاهلي حتى واحنا في اسوء حالتنا، حتى واحنا في اسوء حالتنا. دي نقطه يا كابتن. اتفضل يا كابتن. الهزيمه، انا واخد 8 افريقيا، مين واخد 8 افريقيا؟ مفيش. واخد بطوله الدوري 40 مره، مين جنبك؟ مين 30؟ لا جنبك ولا حتى جيرانك ولا 20؟ حتى في الدور ال 15 في الدور ال 12. فمعنى هزيمه مباراه ان انا العماره الكبيره قوي دي اللي مليانه اساس اسمنت مسلح ما شاء الله، حد هوا يقدر يهوب ناحيتها خالص؟ علشان كده الرساله دي بنبعتها للناس اللي هم يعني ارجو ان هم يبقوا رياضيين، عندهم روح رياضيه. مباراه كوره حصل فيها اخفاق، مش نهايه الدنيا، الكل يقف ورا النادي علشان يعدي هذه المباراه. لما نعدي هذه المباراه اعتقد ان احنا داخلين على امم افريقيا، ومن مصلحه الكره المصريه ان النادي الاهلي يكسب يوم السبت ان شاء الله، والزمالك يكسب في الكونفدراليه، والزمالك يكسب يوم الاحد ان شاء الله، بس ما يكسبش في الدوري يعني، عشان الدوري ولا خلاص بقى، ما خلاص خسر. لا احنا لو اخر 10 سنين ما انا قاعد اخر 10 دقايق والله ما عارف انا بقول ايه. 10 الماتش فاضل له 10 دقايق وانا قاعد مش عارف انا بقول ايه بصراحه يعني. كانت مباراه صعبه قوي للمصري والزمالك، كان فيها برضه تجاوزات كتيره من يعني عدت ماشي. الحمد لله ماشي. كابتن عادل، انا مش ملتزم بالاسئله دلوقتي، هنرجع لها تاني. انا عارف ان الزمالك في العادة بيزعلوا من الكلام ده، بس هنرجع لها تاني ما تقلقوش. لو حضرتك متولي المسؤوليه الفنيه دلوقتي حالا في النادي الاهلي، تحفز اللعيبه ازاي؟ وطبعا الحوافز كتير جدا والدوافع كتير جدا، او عند حضرتك من الحوافز والدوافع ما تحفز بيه لعيبه النادي، لكن ابرز الدوافع والحوافز اللي ممكن تحفز بيها لعيبه النادي الاهلي لهذه المباراه الهامه جدا ممكن تبقى ايه؟ في النادي الاهلي ما انتش محتاج انك تحفز حد. انا عارف. محتاج انك انت هتقول تعليمات واللعيبة تنزل هتنفذها بحذافيرها. أنا عايز أنزل بداية المباراة بقدر الإمكان كل من له خبرة أفريقية لازم يكون موجود في التشكيل.
لازم. طب ماشي، عشان النقطه دي مهمه جدا يا كابتن، لابد. هل الخبره تعوض اللياقه البدنيه؟ لا، ما هو ما ينفعش خبره من غير بس بالزبط. لا بس في نقطه بس بالزبط. تبقى ايه غايبه عننا احيانا، عشان الكلام يبقى. انا احيانا بيبقى عندي ناشئ 20 سنه وما بيأديش واجب دفاعي، تمام، وارد ولا مش وارد؟ وارد جدا. طيب امال النجم والخبره ده لما انا ابقى حاطط جنبه 2 3 عناصر شابه ناضجه، رمضان صبحي لما يلعب جنبه، احمد فتحي لما يلعب جنبه، وليد سليمان لما مروان، كريم ندفد، خبره وخبره ولياقه. ما هي تواصل اجيال. اذا الفرقه اللي هي بتروح على طول مخلصه ولعبه بالاشبال على طول على مدى طويل، لا على مدى فتره قصيره ماشي، تمام، انما على فتره طويله لابد يبقى فيه عناصر الخبره اللي بتدي شباب ناضج، اللي بتدي شباب بنسبه قليله، تمام. لازم في الماتشات اللي زي دي وفيها جماهير كبيره، وخاصه ولادنا الصغيرين، هم صغيرين في صغيرين في السن، انما هم كبار في الاداء، كبار في الاداء وفي الرجوله وفي كل حاجه. بقى لهم فتره كبيره 3 4 سنين او 5 سنين مفيش جمهور، فمش متعود ان هو ينزل يلاقي جمهور بيدفع بيدفع بيدفع، او جمهور زي في جنوب افريقيا، تمام، جمهور عمال من بدايه المباراه عمال يحفز 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 الى جانب اخطاء تحكيميه متكرره، ضربه جزاء مالهاش علاقه بضربه الجزاء. ودي وانت عارف الماتش ده من يعني بعد ما جابوا الجول في عمرو السوليه في كره اتلعبت وعلى الخط الجول، وللاسف يعني لو كملت بالظبط كان يبقى 1-1، تخيل بالظبط. ايوه ما كانش أيوة كان سهل قوي، سيناريو الماتش كان سهل قوي، راح في حته ثانيه خالص. تجالك ضربه جزاء في الهدف الثالث وهدف من لمسه يد في الهدف الرابع، فخلصوا عليك كمان معنويا. وده الكلام اللي احنا بنقوله على بالنسبه للكاف، بنتمنى ان الفار يخش ويتمنى يبقى في حساب للحكام اللي هي دائمه الاخطاء المؤثرة في نتيجة مباراة زي دي. مباراة زي دي ازاي ما يبقاش فيها فار؟ ازاي؟ الاتحاد الافريقي ضعيف فقير ما شاء الله، من يعني من الاتحادات الغنية جدا جدا جدا. فأنا ازاي الفار ما يبقاش شغال والحكم يروح لأي دوري في أي دولة، فما بالك الكاف، شوف 54 دولة وأنت مش عايز تطبق. ليه مش عايز تطبقه؟ مش عارف، معكش فلوس يعني ولا إيه؟ فأنا بس يا كابتن، هو سهل إن أنا يعني اقول عندي مباراه مثلا اروح حاطط الادوات، بس انا ما اعرفش تجهيزتها ازاي، هل بتاخد وقت في التجهيز؟ هل تبقى محتاجه ان انا ابقى مجهز الاستاد اساسا؟ انا بلزم يا كابتن، انا معايا فلوس خلاص، انا في الانديه الكبيره، الاهلي، الزمالك، الترجي، الوداد، الانديه الكبيره دي واللي دايما صاحبه بطولات من غير يعني نوع من انواع المجامله لاي حد، بعمل في الدول الكبيره دي بعمل ادي لهم دعم عشان يشغلوا الفار. والله يبقى في القاهره الاهلي بيلعب، الزمالك بيلعب، يبقى في فار، الاسماعيلي بيلعب، يبقى في فار. طيب انت بتلعب في تونس، هل في خلاف ان دايما فرق تونس والمغرب والجزائر دايما في بطولات افريقيا وفي الكونفدراليه على طول مكتسحين؟ طب اذا انا بالزبط. الدول الكبيره دي ايه المانع ان انا ادعمها شويه شويه، ابتدي ادعم دول اخرى؟ التصنيف الاولاني ادي دعم يحسن يطبقوا الكلام ده. وبعدين الملاعب تتصلح، ملاعب تتصلح. خلينا في جزئيه الفار يا كابتن عادل تحديدا، لو هم عايزين حتى يقولوا للحكم روح حتى بص في الكاميرا شوف الاعاده، يعني لو انت ما عندكش تقنيه الفار او صعبه جدا، ممكن الاتحاد الدولي يقول ما روح اتفرجوا على الاعاده في الكاميرا، كاميرا التلفزيون العاديه، هتبين لك اذا كانت ضربه جزاء، يعني في الحاجات اللي هي الحاسمه، ضربه جزاء، فاول بره 18، كرة ما عدتش الخط، كرة عدت الخط ما عدتش الخط، يعني حتى ابسط الحلول، ابسط الحلول. لكن ضربة جزاء تحسب سواء الاهلي او زمالك او ايا كان، يعني انا بتكلم في العموم والله العظيم، ضربة جزاء تحسب في مباراة مصرية زي كده وكمان يعني تخليك تموتك اكتر ما انت، هدف ثاني، هدف ثالث من ضربة جزاء، هدف رابع من لمسة يد باينة قوي. فانا مش عارف برضه، مش فاهم. هو الموضوع ده تحس ان في حد مش عايز يبقى في عدل، لانه انا معايا الامكانيات الماديه يا كابتن، معايا الفلوس. انا قلت لحضرتك حتى ابسط الحلول بص في الكاميرا، يا سيدي مش بص المخرج، خلي المخرج يديها له على والله عند الحكم الرابع، مش عارف. يعني دي ابسط حاجه لحد لما يعني يفكوا بس المحفظه ويطلعوا الفلوس للناس، بحيث انه يبقى فيه الفار ده. انت داخل في دور الثمانيه،
انت في دور الثمانية ازاي ما يبقاش فيه انا اعتقد انه انصاف تحكيمي باي وسيله عدل يبقى فيه عدل بس في العالم كله دلوقتي بيطبق الكلام ده واحنا قلنا الكلام ده من زمان على فكره وكان الناس بيقول لك يا كابتن تلفزيون ايه عصر الالكتروني اللي احنا عايشين فيه هيوصلك لبعد كده ان اللاين مان يبقى لابس حاجه بحيث ان الاوف سايد يبقى بالظبط باين بالظبط تخيل يعني ممكن ابقى فيه نظاره معينه بالظبط بنقول الكلام ده على فكره ايام الفار وقلنا التلفزيون كانوا بيقول لك يا كابتن ايه في الكلام ده دلوقتي الساعه الالكترونيه يا كابتن عادل الساعه دلوقتي الالكترونيه بتعرف الحكم اذا الكره عدت الخط المرمى ولا ما عدتش اهو كده يعني الحكم في اوروبا يصفر ويقول لهم الساعه مبينه لي اللي هي عدت الخط لان الناس ضاقت التكنولوجيا ضاقت الظلم فعايز العدل بالظبط هتلاقي دلوقتي الدوري الاسباني والانجليزي وكل الدوريات فيها الفار فيها التطور طبعا للوصول للعداله التحكيميه اللي حضرتك بتتكلم امال ليه لانك انت المقابل المادي عالي جدا المقابل الادبي عالي جدا ما ينفعش انك تتخرج مثلا تيم بحجم ريال مدريد او برشلونه او تشيلسي مريره او مانشستر كبيره كره تحكيميه بالظبط كره بنالتي ما تحسبهاش كره عدت الخط وما تحسبهاش طب انت خسرت ده النادي ده بطوله وخسرته مقابل مادي عالي جدا فعلا يجيب بيه لعيبه فعلا واحبطت جماهير فعلا مثلا ايه كل انجلترا بتشجع تشيلسي مثلا او بتشجع مانشستر سيتي فانت احبطت الجماهير دي وهم شايفين في الكاميرا ان هناك ظلم وقع طبعا دي كلها حاجات لابد ان الاتحاد اللي يهمنا جدا اتحاد الكاف بتاعنا انه يبقى فيه الفار ده لانه هو احنا ظلمنا في جولين وعلى الرغم من كده حدش مسؤول في النادي الاهلي طلع واشتكى واتكلم اكيد اكيد حضرتك اتفرجت على الدوري الاوروبي بتفرج عليه ابطال اوروبا اتفرجت على مانشستر سيتي طبعا شفت يعني بنتكلم برضو عن اتكلمت مع كان معايا احمد السيد نجم الاهلي طبعا وكابتن فريق النادي الاهلي امبارح كنت بكلمه عن الغياب الذهني للمدير الفني ساعات كمان يعني جوارديولا اعظم مدرب في العالم دلوقتي اعتقد يا كابتن عادل ما اعرفش حضرتك تتفق معايا وتختلف معايا لا بتفق معايا في الدقيقه 88 وهو مغلوب فضل للدقيقه 88 عشان ينزل مين بقى يا كابتن عادل دي بروني وسانيه حضرتك متخيل الاسمين ممكن يعملوا ايه في الفرقه والسنه اللي الدقيقه 88 فما تفهمش برضو ايه التفكير لا هو مش سرحان ولا حاجه لان هو معاه اولا معاه صف طب حضرتك قررها لي قررها لي هو يعني فاضل على الماتش دقيقتين وانا عندي اتنين بحجم دي بروني وسانيه عنده بعد بكره او اذا ما كانش بكره عنده ماتش في الدوري على بطوله الدوري الانجليزي وعنده ماتش تاني مع توتنهام الماتش اللي جاي هتلاقي دول بيلعبوا في البدايه اكيد لان الراجل ده اولا ده طور الكره في العالم كله عشان كده الراجل ده خلى حارس المرمى لاعب رقم 11 دلوقتي كل المدربين بيعملوا زيه كل العالم دلوقتي حارس المرمى هو بيبدا الهجمه اللي كانوا بينتقدوه وبعدين التجميع والاستحواذ مع الاستحواذ المستمر علشان افتح ثغره علشان اجيب جول اخترع كره جديده امال ايه الحقيقه بصراحه الفكر ده ما حدش عارفه الا الراجل ده بالظبط عشان كده كله بيقلده استغربت من تاخيره انت تلعب برضه لا ما تستغربش لانه جدا انت عارف على طول تبص تلاقي الكاميرا تيجي عليه بيتكلم عند المساعد بتاعه بيكلم المساعدين بتوعه لان في ناس في ستاف بالظبط ستاف كبير واقف بيساعده بيحسبها له بالدقيقه فلان ده هينزل هيلعب 18 دقيقه مش 19 فلان ده هتنزله اخر 3 دقائق علشان هيعمل 1 2 3 عشان في تضييع وقت وفي كذا وفي هجمه مش عارف ايه هيمسك فلان السيناريو ده مش في الماتش ده السيناريو ده قبل الماتش ثم اثناء الماتش بعد الماتش وبعد الماتش طبعا بيحضر له للماتش اللي بعديه سواء دوري او بطوله اوروبا فالناس دول ما عندهمش سرحان لا ده الدقيقه عنده بثمن الدقيقه عنده بمليارات فانا لا يمكن يكون بيسرح لكن هو اعتقد انه بطوله الدوري ما بينه وبين ليفربول وتقريبا يعني ماشيين كتف بكتف وبعدين عنده توتنهام ماتش جاي 1-0 اعتقد بل اجزم انه الماتش اللي جاي هيكسبه لانه اللي بيلعب كوره احلى لان دي العداله المفروض بصراحه اهو كده يعني أو انا كده. من كبار مشجعي جوارديولا حتى لو راح نادي الا ان انا بشوف اي نادي بيمسكه جوارديولا بيبقى شكله انت شفت برشلونه مع الراجل ده جوارديولا مع باير ميونخ مع مانشستر سيتي الله يفتح عليك يعني الراجل ده ايه عشان كده بقول دايما بقول يا كابتن عادل ما اعرفش حضرتك تتفق معايا ولا تختلف كره القدم مدرب
اصل انا بقى احيانا بسمع في استديوهات وبتاع يقول لك الشوط الثاني شوط المدربين، لا، ويقول لك الماتش ده مش بتاع مدربين، ده بتاع لعيبه، لا، الكلام ده يوصل للناس البسطاء بيقولوا يقولوا ايه بالزبط. طب خلاص بلاش مدرب واللعيبه تلعب، مدرب يا كابتن عادل، مدرب، واللي بينتقي المدرب لازم بيكون على قدر المسؤول انه ينتقي المدرب. ما هو المدرب انت بتختار اللي هيبني لك العماره بالظبط، وبعدين هو بيختار اللعيبه اللي هتفك اللي هتفكره هينفذه لك بالظبط داخل الملعب بالظبط، وبالتالي هو المسؤول الاول والاخير قدام الجمهور. الاداره احسنت الاختيار بالظبط كده، لما تحسن الاختيار مفيش حد يهوب ناحيته. عمرك شفت جوارديولا او اي حد جه في نص الموسم وحد مشاه؟ ولا هو الوحيد، تخيل تخيل ان هو الوحيد اللي ما اكلش. انت عارف وهو بيدرب برشلونه في الوقت، يعني قصدي هو بيدرب برشلونه تعاقد مع بايرن ميونخ وكان لسه 6 شهور فعلا وهو بيدرب برشلونه فعلا، يعني هو بيدرب برشلونه وكان واخد بيه كل حاجه وماضي عقد مع بايرن ميونخ. ايه الفكر ده؟ ايه الفكر الناضج ده؟ هم طبعا بيتعاقدوا معاه ليه؟ علشان بعد ما يخلص هيكون محضر الجهاز بتاعه ومحضر اللعيبه اللي هيحتاجها وعامل الفكر اللي هيبقى محتاجه في طوال الموسم. وشفنا لما راح بايرن ميونخ، بايرن ميونخ لعبهم اتغير 180 درجه بالظبط، بقى برشلونه بعد الشعلات والحاجات دي بقى جوارديولا، بقى جوارديولا بقى جوارديولا. ماشي، احنا خرجنا بس يعني بنتكلم على متعه الكره العالميه مع جوارديولا ومانشستر سيتي وبايرن ميونخ وبرشلونه طبعا، لكن نرجع للدوري المصري بتاعنا والاهداف اللي طلعنا بيها من مباراه المقصه يا كابتن، او النقاط الايجابيه اللي حضرتك شفتها امبارح من مباراه مصر المقصه كانت ايه؟ اولا الروح اللعيبه لعبت بيها على الرغم من الضغط الرهيب الاعلامي اللي واقع عليهم، للاسف ضغط غير مسبوق واقع على يعني هنقول النجوم الكبار ماشي ممكن يعني ايه تعدي، لما الولاد الصغيرين لما يمشي في الشارع لما يفتح تليفونه لما يفتح تلفزيون يلاقي الله ضغط ضغط ضغط، ومع ذلك الله بيلاعب تيم مرتاح قوي بيلعب بشراسه غير طبيعيه. انا ما شفتش المقصه بصراحه بيلعب بالشراسه القويه دي قوي، وانا بحييهم على فكره لان ده حق مشروع، حق مشروع للمنافس ولاي تيم ان هو لما بيلعب بيلعب لاخر دقيقه ويبقى عايز يكسب، لان دي المعدن ده احنا لازم نحييه. حتى لو اللي بيدرب بالمقصه ولد او مدرب من ولاد النادي، لان ده دي التربيه، انا بربيك ان انت لما تخلص للمكان اللي انت بتشتغل فيه. وبالتالي ولادنا لو 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 تشوف اللي راح للشناوي باستثناء الهدف وكان تقريبا خلاص الماتش خلص، مين اظن انفراد الشناوي طلعه وبس، في حاجه تانية؟ لا مفيش حاجه تانية، تفتكرش بصراحه في فرقه مرتاحه وفي فرقه بقى جايه من جنوب افريقيا على الرغم من طياره خاصه بس 8 ساعات. انا عايز اقول للجمهور من فضلك اركب القطر او سوبر جيت ساعتين وانزل شوف جسمك هيبقى شكله ايه من التعب، وانت عامل ماتش وماتش كان تعب سلبي، تعب تعب وماتش كان سلبي، وقبليها انت مسافر قبلها 48 ساعه، وقبليها كنت لاعب من الاتحاد لاخر دقيقه، كل ده مش اعذار، لكن بنقول انه الضغط ده اللي كان واقع على الولاد في ماتش المقصه اعتقد ان هم تجاوزوه ببراعه الحمد لله، وربنا كافئهم ان هم النهارده بيتصدروا الدوري الحمد لله. جميل قوي. والنادي الاهلي لما بيتصدر الدوري بفضل الله ما بينزلش. احنا انا هقولها لك ما بقى. بينزلش انا عشان الكابتن عادل بينتقي الكلام، الاهلي لما بيركب الدوري ما بينزلش ان شاء الله باذن ربنا بإذن زي الله. ما بيقول الكابتن عادل، لان النادي الاهلي فيه تعب وفيه تخطيط وفيه كل حاجه، باستثناء مباراه كانت بره الحسابات خالص خالص، يعني لو حضرنا عفريت كده وقلنا له الاهلي هيخسر 5 هيقول لك لا طبعا انتوا بتتكلموا في ايه؟ الاهلي عمره ما يخسر 5 في صن داونز ابدا يعني، لكن الحمد لله. انا عايز بقى بعد يوم السبت ان شاء الله لما نكسب ان شاء الله باذن الله باذنك يا رب باذنك يا رب لما نكسب بقى 6 كده ان شاء الله يا رب، نفس الاعلام اللي كان بيخبط كده نقول له ايه؟ احنا ما بيتاثرش بكلامك، لا سيبنا انا الحته دي. طيب سيبها لنا الحته دي يا كابتن، بس نكسب انا سايبها لك يعني نكسب بس يا رب يا رب نكسب ان شاء الله، علشان حاجات كتير قوي، عشان حاجات كتير قوي. لكن حضرتك تتفق معايا ان احنا يعني انا عارف ان في جماهير اهلاويه زعلت قوي، وده حق مشروع الجماهير الاهلاويه يقولوا اللي هم عايزينه، لكن انا توقفت ان احنا من بعد المباراه او اثناء المباراه كان لازم يبقى كل كلامنا ايجابي، عندنا ذره امل، ده اللي انا قلته يا كابتن.
عندنا ذره امل، لازم نكون في ظهر اللعيبه حتى لو هم ظهروا باي مستوى. لا لازم نكون في ظهرهم. لا مش ذره يا كابتن، لا معلش يعني، لا لا مش ذره. انا املي في ربنا كبير قوي، واملي ان الجهاز الفني الكفر واللعيبه والاداره، الامل كبير قوي في ربنا ان احنا الخمسه دي نعديها ان شاء الله يا رب. والكلام ده لازم الناس تبقى عارفاه، انه جمهورنا انت قلت انه زعلان، ولولا بفضل الله ثم الجمهور ده ما كانش النادي الاهلي ياخد الكم الرهيب من البطولات. لان معاك تماما، اللاعب رقم واحد وواحد واثنين وثلاثه وعشره واثناشر. ليه بقى؟ لانه هو دايما اللي في ظهرك بيقول لك انت البطل، وانا لا اقبل منك الا انك انت تبقى في الصداره. انا مش اقبل منك مركز ثاني، مركز ثاني يعني الاخير. انا مش اقبل منك اعذار، مش اقبل منك ان انت تقول لي اصل انا الامل ضعيف. مفيش الكلام ده، مفيش حاجه اسمها امل ضعيف، الامل في ربنا كبير. نادي صن داونز لو تقول له تعيد الماتش ده 100 مره 100 مره وتقول له انا هكسب الاهلي خمسه، هم مش والله مصدقين. والله ما مصدقين، هم مش مصدقين. انما فعلا. انما اللي انا اتمنى ان كلنا نبقى بنتكلم بصوره ايجابيه، وان النادي الاهلي ان شاء الله الامل كبير قوي باذن الله تعالى. انت لو نزلت المباراه وجبت جولين ثلاثه في البدايه، يا رب يا كابتن يحصل ايه؟ يا رب ده جول، جول واحد بس في اول خمس دقائق. لا هيحصل، هيفرق كتير قوي قوي، هيحصل قوي. جولين ثلاثه ان شاء الله باذن الله تعالى، لان احنا الاكثر نضجا، الاكثر خبره، الاكثر بطولات. هو لازم يبقى جاي يبقى مرعوب منك، يبقى مرعوب. هو جاي قبل الماتش بكام يوم، تخيل كسبانين خمسه وجايين مرعوبين. طبعا جايين مرعوبين والله، لان دي حاجه حلم بالنسبه له ان الحاجه دي تحصل. واعتقد انه برضه ربنا ييسر الخير ان شاء الله. احنا انا يعني تفاؤلي وثقتي في الله انه ربنا، في ناس غلابه قوي من الجمهور، وناس متدينه، وناس جوه النادي غلابه في النادي، انا عشتهم وشفتهم، اللي بتشتغل في دوره ميه او في العامل اللي بيزرع. كان النادي الاهلي بيلعب في اي بطوله وتلاقيه واقف يقول يا رب، يدعي ويقول يا رب، تلاقي الجول بيدخل. الله، ليه؟ لانه الراجل ده او الست دي في حاجه، في خير طالع من القلب، فبيوصل لربنا على طول. الله، فبتبقى البطوله. والله انا شفت واحد سنه 81 اعتقد لما خدنا بطوله افريقيا، لما الكابتن خطيب اظن جاب جولين، ومصطفى عبده، والثلاث اهداف اللي جم في الاستاد، كان الكابتن جوهري بيدرب التيم الغاني، فريق غانا، كان كوتوكو. كنا بنتفرج في النادي ساعتها، الناس العمال والموظفين يا رب الجول الثاني الثالث. الماتش الثاني جابوا الجول، وبعدين كابتن مختار مع كابتن خطيب بكعبه وراح جايب جول التعادل، وخدنا البطوله برضه من يا رب. جميل يا رب، جميل. هو قوي. اما الجمهور هيفضل برضه بكره، اسف، يوم السبت ان شاء الله، الجمهور مش هيقول حاجه غير يا رب من البدايه، ويا رب ان شاء الله مش هيرجعهم الا منتصرين باذن الله. يا رب يا كابتن عادل، والله يا رب. فعلا الواحد الكوره ما بقتش مجرد كوره، لا هيش كوره، لا مش مجرد لعبه، لا لا لا، دي علاقات قويه جدا بين اللعيبه. كنت دايما وانا بشتغل في الدوري الممتاز او في اي قطاع، بعمل نظام اليوم المفتوح. اللعيب يجي الصبح عامل له الفطار بتاعه، اليوم الكامل، الغداء، تدريب، يقعدوا مع بعض، وجبه، يعيشوا حياتهم مع بعض، واجيب لهم الحاجات الترفيهيه، اذا كان بلياردو، اذا كان شرايط، يتفرج على ماتشاته، وبعدين يبقى في قعده مع المدرب، يهزروا مع بعض، يبقى في نوع من الترفيه. ثم بعد كده ينزلوا التمرين، ترابط قوي جدا. دي حاجه من الحاجات اللي هي العيله والاسره، الى جانب التدريب، في واحد ناقصه حاجه على الاوفر، انا بوصل الاوفر بتاعي ما بيجيش مظبوط، لما افضل اكرر مره واثنين وثلاثه وعشره تكرارات هتتعمل بالظبط. الراجل وانا بنفرد المرمى يبقى في تدريبات خاصه بالزبط. تدريبات تخصصيه بالظبط، كل الكلام ده بيبقى مفيد جدا بالظبط. لكن انا اقصد الكوره كمان تعدت مرحله اللي هي لعبه، بقت مصدر سعاده لناس كتير قوي يا كابتن عادل. ممكن يكون مصدر سعادتهم الوحيد الجمهور الاهلاوي، بيتنفس كوره ونايم كوره وصاحي كوره، وكل اللي في دماغه اهلي وبس. مش عايز اقول لك انا يوم ماتش مثلا الاهلي بيحصل فيه تعادل او بيحصل فيه خساره، بقعد مع الجماهير لغايه بعد الفجر، قاعدين نتكلم بقى
طب ايه يا كابتن، طب هنعمل ايه يا كابتن؟ الجماهير حتى الجماهير كمان تفكيرها اتغير خالص. زي ما حضرتك تفضلت كده، مصدر سعاده. انت كرب اسره راجع من شغلك، عايز تتبسط، عايز حاجه تبسطك، هتروح سينما ماشي، هتروح تتفرج على فيلم ماشي. كام واحد هيروحوا السينما عشان يتفرجوا ويعني يخرجوا مبسوطين من كام الف الفين؟ انت بتسعد 70-80 ألف مشاهد في المدرج، ثم كم مليون في التلفزيون؟ شوف السعاده قد ايه. فهي زي ما انت قلت ما هياش حاجه قليله، بالعكس. انت بتشوف كاس العالم كم مليار بيتفرجوا على كاس العالم، وكلهم بيبقوا في منتهى السعاده بفرقهم، حتى لو ما كسبوش، مجرد ان علم الدوله طلع والاداء مشرف بيستقبلوهم ازاي في المطار. تمام كابتن عادل، حضرتك بتتكلم بمنتهى الصراحه، انا بحب معاك الحوار بصراحه. يعني الكوره مفهومها كمان اتغير، ما بقاش النادي الاهلي هو النادي المهيمن المسيطر بسهوله. كان زمان النادي الاهلي مش عارف بيلعب مين، النادي الاهلي كسبان، النادي الاهلي في افريقيا، النادي الاهلي هياخد افريقيا، وكان الموضوع سهل وبسيط. التطور الرهيب اللي حصل للكره الافريقيه والانديه والدخل المادي للانديه، اتكلم كمان كدوري، وطموحات المدربين، الحاجات دي كلها اثرت تاثير ايجابي للانديه وبقى سلبي شويه على النادي الاهلي. لا يعني قلل من هيمنه الانديه الكبيره على الاستحواذ على البطولات بسهوله. يعني دلوقتي لما تاخد بطوله بتاخدها بتتعب فيها، بكلمك بصراحه. مش الاول كان الاهلي بياخد بطوله بياخدها فرق 50 نقطه ولا حاجه، يعني افريقيا كان في ماتشات صعبه قوي، لكن النادي الاهلي كان دايما هو اللي بيروح ياخد، ومعروف النادي الاهلي هيجي بالبطوله. لكن دلوقتي بتاخد بطوله بصعوبه. هل الطفره اللي حصلت، هل التطوير اللي حصل في الكره الافريقيه والتخطيط، واحنا ما بنخططش للاسف بكلامك بصراحه، هل برضو تطور الدوريات؟ شفنا الدوري السعودي بقى دوري قوي جدا، الدوريات العربيه بقت دوريات قويه جدا مع ان مفيش جماهير، الدوريات الافريقيه بقت دوريات كبيره جدا وقويه جدا، في تخطيط يا كابتن. هل ده اثر بالسلب على الكره المصريه عموما؟ بالنسبه للكره، بالنسبه للنظام المحلي العكس، كان الدوري زمان اصعب، كان كل الفرق شعبيه. اوكي، انت بتلعب القناه جمهور موجود، بتلعب اي تيم طنطا اي فرقه في الممتاز كان بتلاقي الجمهور. صحيح اول انت ما بتجيب جول بيتحول يشجعك انت. بالظبط، يعني انا مسكت شبين ومسكت دمياط ومسكت المحله ومسكت البلديه، الجمهور بيشجعني. اول ما الاهلي يجيب جول الاقيهم بيشجعوا الاهلي وهو جمهوري. يعني انا في ملعبي. على المستوى الدوري احنا حاليا خمس فرق ليهم شعبيه، اهلي زمالك اسماعيلي المصري الاتحاد، و13 نادي مؤسسات وشركات. بالظبط، على المستوى الافريقي ابتدى يبقى فيه اهتمام تخطيط بالتخطيط والملاعب واستخدام مدربين اجانب. بالظبط، ثم عمليه الاحتراف، الرجوع اللعيبه تطلع اوروبا تحترف، وبالتالي ابتدوا يهتموا بقطاعات الناشئين، اولاد صغيرين. تبص تلاقي اوروبا بتبعت مندوبين ياخدوا الاولاد دول ويدوا لهم جرعات تدريبيه، وتبص تلاقيه بيلعب في الدوري الاسباني في الدوري الانجليزي. انت بتشوف حتى بالنسبه للتهجير، تشوف تيم هولندا معظمه سمر، يعني ناس مجنسين، ده كله كان تيم فرنسا كلهم سمر. بالظبط، ازاي؟ طب يعني فده بيبقى جاي من افريقيا من صغره، ثم بيتجنس، خد الجنسيه وبيتجنس، وبعدين بيلعب باسم فرنسا. كذلك الاهتمام في بعض الدول ابتدت تعمل بنية تحتية في أفريقيا، إلى جانب برضو الحافز الكبير الكاف، لما كان أول يروح تيم أو تيمين يلعبوا في كاس العالم، دلوقتي بيبقى في ستة يروحوا كاس عالم من أفريقيا. فدي طبعا كلها حاجات حوافز، إلى جانب بطولة أفريقيا دلوقتي بقت مربحة وفيها جوائز قوية جدا، وبالتالي الاهتمام بقى أشمل. صحيحنا دايما أنادي بالأفضل، الملاعب لازالت غير مستوية وغير آدمية، وما تنفعش يتلعب عليها كرة قدم. وده اللي انا برضو كنت بطالب بيه المسؤولين في الكاف، من فضلكم التيم اللي ملعبه غير مستوي وغير صالح ما يخشش افريقيا. بنقول كده من زمان قوي يا كابتن، من زمان قوي بنقول كده. طيب الكلام ده لازم يبقى فيه خطوة إيجابية، ومن خلال القناة بتاعتنا دايما حتى نستضيف حد من ال ده احنا تعبنا احمد رئيس الكاف ده، ايه المانع ان احنا نستضيفه؟ كابتن شطه جبناه على التليفون كتير جدا، وكابتن شطه يبقى موجود. بالزبط، ومع الراجل المسؤول عن الكاف نعمل له
برنامج تلفزيوني كده ونقول له من فضلك الملاعب ديت ونجيب له الصور الملعب ده ينفع يتمارس عليه كرة قدم. هم ما بيشوفوش يا كابتن, هم اللي بينظموا, هم اللي دايرين البطوله, هم اللي دايرين افريقيا اساسا. لكن للاسف الشديد, خلينا نروح نقطه مهمه برضو طالما نتكلم في اسباب النجاح. هل حضرتك بتؤمن بالطبيب النفسي في الدوري المصري؟ انا بؤمن انه الـ يبقى جزء مساعد, جزء مساعد مع المدير الفني, انما مش هو الاساس. انما هو المدير الفني, المدير الفني هو الاساس. لانه انت الراجل الدكتور النفسي لما تكون انت اخطات خطا في مباراه زي احمد علاء كده, الدكتور النفسي هيعالجه بره الملعب, هيقول له مثلا ما تزعلش في كذا وفي نواحي نفسيه بيعالج. عشان كده بقول لك في الدوري انما المصر. انت كمدير فني بقى لما انت في مباراه وانت كسبانه 3 4 وتروح منزله, دي معناها ايه بقى؟ انا طول عمري بقول المدير الفني هو كل حاجه في الكوره, هو كده, وهو اللي ياخد القرار, هو الاب الام والاخ والاخت والدكتور والعاقب وكل ويشرف وامتى يقعد وامتى. بس برضه في وضعنا احنا بالنسبه للنادي الاهلي لابد يبقى فيه كل فتره يبقى فيه طبعا حساب في النادي الاهلي اخر الموسم, لكن مجرد يبقى في استفسار مع نجم كبير يمثل النادي الاهلي. انا بيحصل يا كابتن اهو كده, بيحصل اهو كده. ليه؟ لان العمليه ممكن انا يعني انا الاقي مثلا ايه زي ما انت قلت جوارديولا مقدم اوراق اعتماده, انا عندي لاعب اسمه احمد الشيخ مقدم اوراق اعتماده 3 سنين في افريقيا في الدوري, هداف دوري واحسن لعيب في افريقيا في الدوري, اسف, مقدم اوراق اعتماده. لما يجي كارتولون ما يحطوش في ال 18 طول الفتره اللي هو موجود فيها, فاذا يبقى وحتى ما بيقيدوش افريقيا. على فكره احمد الشيخ مش قريبي ولا حاجه ولا يعني, بس هو بس هو ابني في النادي الاهلي, مش ابني اللي انا دربته, انا ما دربتوش والله, يمكن قابلته مره واحده في حياتي في احد في عزاء او حاجه يعني. انما ده مقدم اوراق اعتماده زي جوارديولا مقدم اوراق اعتماده. كل لعيب بيقدم اوراق اعتماده لازم يبقى ليه دور ودور مؤثر داخل التشكيل. تعالى نفصل شويه ونرجع نكمل الاسئله اللي حضرتك عايز اسالها لك يعني, واللي في الاعداد محضر لحضرتك. تعالى نفصل شويه واوريك قد ايه بقت الكوره مش حاجه عاديه, بقت اغاني الاهلي في الافراح يا كابتن عادل. وتعالوا اسمعكم صوت نوبي كده جميل قوي اسمه حسن ابو العيله, هو كان بيغني للاهلي في حفله بقى وفي احد الافراح. تعالوا نسمع كده قال ايه الاهلي من الاغاني الاهلي الجميله المحببه لجمهور الاهلي, ونرجع نكمل مع الكابتن الكبير الكابتن عادل طعيم. فعلا مصدر حياه كمان ومصدر سعاده, صوته حلو قوي وصوته مبهج, وكمان اغنيه تحفه جدا هم بيغنوها كمان في النوبه. شفت لا اهلاويه شفتها يا كابتن. ايه رايك؟ حاجه جميله بكل اللغات, النوبي والاسماعيلاوي وكل حاجه, الاسكندراني يعني, هتلاقي في كل دلوقتي اغنيه في الفرح بيغنوها, في اي مناسبه بيغنوا للاهلي. حاجه قبل كده كنت عارض, كان نفسي يبقى اللقطه دي, مش عارف معاك اللقطه دي ولا لا, كان عريس بيتجوز يعني في الحفله بتاعت الزفاف بتاعته لابس تيشيرت الاهلي, وخد تيشيرت الاهلي يا كابتن, هم الزهر بقى العروسه قالت له عينيها البس بدله وما ينفعش كده, فراح واخد تيشيرت الاهلي وبعد عنها ومتصور بيه لوحده كده وهي وراه. شويه صور كانت بتبين لك لو معانا نفكر الناس بالحاجات دي ونقول لهم قد ايه الاهلي بقى في الدم من زمان كمان, لكن الموضوع دلوقتي كبر قوي بقى في كل المناسبات, اغاني الاهلي شغاله في الافراح, شغاله في حفلات, في عيد الميلاد شغاله, في الشارع, في كل حته, في القهوه, في كل حته, في المدرسه, في بالزبط. الكليه, في كل مكان بالظبط. وتلاقي الناس كمان متفاعله قوي في الافراح تحديدا, كمان متفاعله قوي باغاني النادي الاهلي, وده اللي بيولد احساس بالجمال والسعاده, ان الشعار الاحمر دايما بيدي تفاؤل وبيدي حماس وبيفتح نفسك على الاكل, وانت بتاكل كده تلاقي بتشوف النادي الاهلي وهو بيلعب شهيتك لما بتبقى مبسوط بتقعد بتاكل تستمتع باكلك لانه حاجه بتمتعك, بتاكل شوكولاته جميله كده مع مزيكا مع سماع حاجه قران جميل جميل, فاهم ازاي؟ ف ده الاستمتاع يعني. ماذا بعد مباراه يوم السبت يا كابتن عادل؟ سواء لا قدر الله, لا قدر الله سلبيه, بلاش تقول بقى لا قدر الله, لا قدر الله, لا مش هيحصل ان شاء الله, يا رب يا رب, او ايجابيه
شايف الدنيا ازاي بعد مباراه يوم السبت؟ ان شاء الله نكمل في البطوله الافريقيه، وعندنا تحديات كتير جدا في الدوري كمان، لسه عندنا مباراه بيراميدز، المباراه اللي جايه مباراه صعبه برضو، مفيش حاجه سهله دلوقتي. شايف الدنيا ازاي او رايحه فين؟ انا بحكم اعوذ بالله من كلمه، انا يعني بس انا في النادي الاهلي بالنسبه لي كل الفرق بستعدهم كويس قوي سواء صغير او كبير. جميل. فما فيش مباراه بالنسبه لي صعبه ومباراه سهله، وبالتالي المباريات اللي جايه سواء اي الفرق اللي جايه ايا كان مستوياتها انا بالنسبه لي بحترمها جدا وبادي اقصى اداء عندي، انما انا مش الصعوبه اللي تخليني ابقى نازل خايف، لا، في الخوف الايجابي اللي بيدفعني ان انا اتقن العمل، انفذ تعليمات المدير الفني، اكون قلب واحد مع زميلي، الراجل اللي قاعد في المدرج زي اللي قاعد في ال 18 زي اللي قاعد جوه الملعب. شفنا الجول اللي جه امبارح، شفنا اللعيبه جريت ازاي على زميلها لما جاب الجول، حمدي فتحي ولا ازارو؟ فتحي وازارو. اوكي. ازارو كمان يمكن كانت الكاميرا جابت اكتر، اللعيبه وعاشور كل الناس جريت سبرنت ورا الجول، وكله ايه ده؟ ايه الروح الجميله دي؟ الروح دي هي اللي موجوده وهي اللي بتخلي النادي الاهلي بتدفعه للامام دايما، وارجو ان احنا باذن الله تعالى في القناه دايما ندفع انه النادي الاهلي اداؤه ورجولته ما فيش اي شائبه فيها، لانه البطل دايما قوي. البطل دايما كده، ان ما فيش حاجه صعبه وسهله. انا لما بلعب بيراميدز مش بيلعب كوره وانا بلعب كوره، هو تاريخه ايه وانا تاريخي ايه؟ بالظبط. انا تاريخه ايه وهو تاريخه ايه؟ اللعيبه دي يعني لعيبه النادي الاهلي بحجمها وقدرتها المباراه دي بتبقى سهله قوي بالنسبه لها لما بحترم المنافس. جميل قوي. جميل. ودايما النادي الاهلي بيحترم المنافس، مباراه احترام لاي فريق بيصارع على الهبوط او اي تيم في بينافس على المربع الذهبي، نفس الاداء ونفس الترتيب ونفس الاداء، ما فيش فيه ادنى نوع من الاستهتار او ان انا تعال على الخصم او المنافس، استحاله. جميل قوي. تعال نروح نشوف تقرير يا كابتن عن راي الجمهور في مباراه الاهلي وسان داونز اللي جايه، وبيقولوا ايه لعيبه النادي الاهلي تحديدا. كان نفسي نشوف التقرير ده بعد ما الاهلي ركب الدوري، بس ماشي، تعال نشوف تقرير ونرجع نكمل مع الكابتن الكبير جدا الكابتن عادل طحين. كل اللي اطلبه من لعيبه النادي الاهلي يفتكروا النادي الاهلي. انا ما عنديش امل ان احنا نكسب 5 أو 6، ما عندي امل ان احنا يبقى شكلنا حلو، هيبه النادي الاهلي ترجع، احترام النادي الاهلي يرجع، الجمهور يملى الاستاد بقدر الامكان زي ما الحكومه ما قالت، التشجيع يبقى مثالي، الملعب يبقى حلو، ملعب نفسه، واللعيبه تكسب وتلعب. انا انزل ريلاكس، ما انزلش مشدود، انزل ريلاكس خالص، انا املي ضايع بنسبه 95%، من 5% دول عشان يحسنوا شكلي كراجل نادي القرن ونادي ليه سمعه كبيره. خد بالك ازاي؟ انتوا يا لعيبه انزل ريلاكس، العب كوره ودي النادي الاهلي، العب كوره ودي النادي الاهلي، ده اللي عايزه من لعيبه النادي الاهلي مش اكثر. والله نطلب من اللعيبه الهدوء ونسيان النتيجه بتاعت السبت اللي فات خالص، لان خلاص احنا بقينا بنلعب في امر واقع، انت مغلوب 5، محتاج ان انت على الاقل تجيب ال5 ان شاء الله عشان تلعب اكسترا تايم وبعد كده ضربات جزاء، او تجيب 6 وفي نفس الوقت ما يخشش فيك جول، فده مش امر سهل يعني. طبعا المدير الفني امبارح في ماتش المقصه كان مريح بعض العناصر، يعني كده كده معلول بالايقاف، وكان مريح مروان محسن، كان مريح ناصر ماهر، اعتقد دي عناصر كلها هتبقى اساسيه. اهم حاجه اللعيبه تبقى مؤمنه انها تقدر، ولو لعيبه مؤمنه انها تقدر باذن الله نقدر، وربنا يكرم ان شاء الله. ويعني بجد لو اللعيبه حست بالجمهور وحست بالزعل اللي الجمهور بالاعضاء بالمجلس كله عاشوا الاسبوع ده، بجد يعني مش يكسبوا 5، ده يكسبوا 8 ان شاء الله. ايام الخطيب وايام الناس دي اللي تبقى نازله وعارفه انها هتكسب، واحنا كنا بنبقى بنتفرج اننا بنتفرج على اي حاجه براحتنا، مش النهارده بنبقى قاعدين قلقانين زي ماتش امبارح مثلا. اما يعني الواحد يقول ايه مش عارف، فلازم يهتموا اكتر، واللعيبه على قد ما شايفين جمهورهم يبذلوا مجهود اكتر. اول حاجه اللي انا بطلبه من لعيبه الاهلي
يفتكروا حاجة واحدة، الأهلي. أنت بتلعب باسم أكبر نادي في أفريقيا، وبالنسبة لك أهلوية أكبر نادي في العالم، فدي كفاية افتكر أن أنت بتلعب باسم الأهلي، أنا مش عايز أكتر من كده. فهو لو أي لعيب، هم كلهم رجالة وكلهم قادرين، زي ما احنا اتغلبنا هناك في هفوة بالشكل ده نقدر نفوز وبجدارة. العبوا برجولة، فاهم ازاي؟ ما يخافوش من حاجة، ما يبوش الجماهير، ما يبوش أي حاجة، يبقى عندهم إرادة إن هم يعملوا حاجة، فاهم ازاي؟ وبطلب من الجمهور كمان اللي هو ما يضغطش على اللعيبة، يعني نشجع تشجيع بتاعنا اللي احنا بنشجعه كل مباراة. ليه؟ لأن اللعيبة لو حست إن هي مضغوطة مش هتأدي. يعني احنا امبارح الحمد لله خدنا 3 نقط مهمين جدا 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 جدا، وإن شاء الله بإذن الله هناخد الدوري، فاهم ازاي؟ بس اهم حاجه ما يجيش فينا جون. لو جه فينا جون هتبقى مشكله، ابقى حريص ان انا اامن خط الدفاع واجيب جون والعب على هجمه المرتده برضك، اامن ما بقاش مستعجل. لو استعجلت مش هجيب اهداف، لو استعجلت هضغط اللعيبه، لو استعجلت مش هادي اللي انا عايزه، فاهم ازاي؟ احنا هنعمل اللي علينا والباقي على ربنا سبحانه وتعالى، وان شاء الله باذن الله باذن الله هنجيب 6، و6 مش بعيده، احنا جبنا 6 كتير، صح ولا انا غلطان؟ وربنا الموفق ان شاء الله. والله انا احب ان النادي الاهلي لما يلعب يحسسني ان ده النادي الاهلي، لان في المباراه اللي فاتت انا ما حسيتش ان النادي الاهلي اللي بيلعب. بس هو ده اللي انا بطلبه من لعيبه النادي الاهلي، يعني كثيرا او كتير من الجديه شويه في الملعب، هيحقق الفوز باذن الله وهيوصل للنتيجه اللي احنا عايزينها. والله هو الموقف دلوقتي واخد بالك يعني صعب، انما تكافل جراته كانت اول مره الاهلي يحصل فيه الكبوه اللي احنا فيها ديت، واخد بالك الخمسه دي وكده، فربنا يسهل ويتكتلوا كده اهوت، واخد بالك، وبيد واحده كده الجمهور يقف معاهم، واخد بالك، والموقف دوت يعدي ان شاء الله كده اهوت، واخد بالك، لان الجمهور كده هو واخد بالك يعني هيقف جنبهم، واخد بالك، ومهما يحصل كبوات الاهلي، الاهلي بيتغلب على الكبوات دي كلها ان شاء الله. انا عايزهم بس يستمدوا الروح والقتال من الجيل اللي قبل كده، ويشوفوا الجماهير اللي هي بايته عند نادي سموحه، تشوف التذاكر، يستمدوا الروح دي، عايزين نفرح الناس دي بجد. الناس دي انت خسران 5-0، والناس دي برضو عليها امل 1% اللي انت تيجي برضو هتكسب، وباذن الله هتصعد. اطلب منهم ان هم يلعبوا برجوله وبجديه، وتاريخ النادي الاهلي مش قليل على اللعيبه والروح بتاعه الفانيلا الحمراء، عايزين لعيبه زي بتاعه زمان كده، وان شاء الله بالتوفيق ان شاء الله للعيبه وللنادي الاهلي باذن الله في الماتش اللي جاي. طلب الجماهير كله، يعني مش طلب انا، طلب الجماهير كله وكل اعضاء النادي وكل حد في مصر، زملكاوي او اهلاوي، كله بيطلب من النادي الاهلي ان هم يلعبوا بروح الفانيلا الحمراء، و هم رجاله وعلى قد المسؤوليه، ويقدروا يفرحونا ان شاء الله ويلعبوا، بس يعني النتيجه دي بتاعت ربنا. اهلا بحضراتكم من جديد. دي كانت اراء الجماهير الاهلاويه في مباراه سان داونز والاهلي ان شاء الله يوم السبت المقبل، وكله تفاؤل، وان شاء الله يكون في تفاؤل زي ما قال كابتننا الكبير الكابتن عادل طعيمه، ان شاء الله ومتفائل بنسبه 100%، وان شاء الله كلنا تفاؤل وامل في ربنا كبير، وثقه في ربنا وثقه في تاريخنا ان شاء الله ان احنا نعمل نتيجه ايجابيه كبيره باذن الله. عايز اقول لكم ان بيراميدز والاتحاد السكندري، اتحاد سكندري سيد البلد، متقدم على بيراميدز بهدف مقابل لا شيء. كابتن حلمي طولان متقدم بهدف مقابل لا شيء. عايز ابارك مره تانية لنادي المصري بقى في المركز الرابع، والكابتن كبير كابتن ايهاب جلال اللي بكنيله كل احترام بقى في المركز الرابع، عمل نتائج ولا اروع مع النادي المصري، طلع بيه من مراكز متاخره. كابتن عادل مركز متقدم وكسب كمان النهارده نادي الزمالك بكل نجومه، واحتل المركز الرابع. الدوري شيق جدا والنتائج متقلبه، ده في الاول وبس، خلاص الاهلي الحمد لله يفضل في الاول باذن الله اخر باذن الله تعالى. طبعا العينة اللي حضراتكم جبتوها ديت، اولا عينات كلها اتفقت على حاجه واحده، وهو انه بيطلبوا من اللعيبه يتذكروا النادي الاهلي. هم والله متذكرين وكل حاجه ويكسبوا على طول كل حاجه، لكن هناك انا بحب اقول الكلام ده يا كابتن والله. ادي حاجه. الحاجه الثانيه، انا يمكن وجهة نظري اللي بيقول نسبتها 5% 1%، انا مش معاه في الكلام ده. اذا انت مشجع للنادي الاهلي وبتشجع النادي الاهلي على مدى تاريخك،
تعرف النادي الاهلي عمره ما بيستسلم للاحباط، عمره ما استسلم للاحباط، على طول باستمرار هناك الجانب الايجابي واللعب لاخر دقيقه الله عليك. واللعب في كل بطوله. الله عليك والله. انا مش عايز اقول لك يعني مبسوط قد ايه من كلام حضرتك. الله يخليك. لان من امبارح عمال بقول نفس الكلام، وانت عارف الجماهير الاهلاويه بتبقى زعلانه قوي، فهم يعني بقول لعيبه الاهلي طول عمرها رجاله وطول عمرها عنده حسن ظننا. مش معنى ان حصل الماتش كده كان فيه غياب كلي عن كل حاجه في اي حاجه في لعبه كره القدم، مش معنى كده ان احنا نيجي عليهم ان شاء الله ان شاء الله يرجعوا لنا الثقه تاني، والثقه بسرعه، والثقه عمرها ما بتروح من لعيبه النادي الاهلي يا كابتن عادل على مر العصور زي ما حضرتك بتقول. احيانا بعض الجماهير بتبقى بتتاثر شويه ببعض الاعلاميين اللي بيناله بيحاولوا ينابوا من النادي. جميل قوي. فالتاثر ده بيبقى فئه قليله، والفئه القليله شباب النادي الاهلي وعواجيز وستات ورجالته كله عارفين يعني ايه قيمه النادي الاهلي، وبالتالي مش هينالوا ابدا من النادي الاهلي من خلال مباراه او بطوله، لا يمكن ده هيحصل. واعتقد انه ولادنا يوم السبت ان شاء الله هيفرحوا النادي الاهلي وهيفرحوا مصر كلها باذن الله تعالى. الساعه عدت معاك هوا يا كابتن. أنا تحت أمرك والله بجد وأمر النادي الأهلي. أنا بشكرك شكرا جزيلا ودايما متألق ودايما بتنورنا وبتشرفنا وبنسعد ونفخر بيك. ربنا يكرمك. شكرا جدا لك. نبارك لك إن شاء الله ونبارك لجمهور النادي الأهلي يوم السبت إن شاء الله. ده أنا مش هسيبك يوم السبت إن شاء الله. يا رب يا رب يا رب. كل التوفيق لجمهور النادي الأهلي ولفرقة النادي الأهلي، وخلي عندنا ثقة وخلي عندنا دايما الدوافع وفي ظهر فرقتنا على المرة وعلى الحلوة، وأنتوا دايما كده، وأنتوا أحسن حاجة في الدنيا كلها والله العظيم. عشان كده بزعل بس لما حد يعني بيزيد من تسخين الجماهير اللي هي بتبقى عايزه ان احنا نواجهها نقول لها لا وخلينا في دار النادي وما تزعلوش، حتى لو زعلوا احنا مننا شخصيا، لكن ان شاء الله دايما في دار النادي وانتوا دايما بتضربوا اروع الامثله. نسر الاهلي بيحلق دايما فوق، ونسر الاهلي خلاص تربع على عرش الدوري ورجع لمكانه الطبيعي ان شاء الله. مش هننزل باذن الله، باذن الرحمن وبثقه كبيره جدا مش هننزل من هذا المركز. كل حد راح في مكانه الطبيعي. بتشرف بيكوا دايما، وبعد الفاصل هيكون معاكوا زميلي العزيز محمد سعيد مع النجم حسين شكري. استنوهم وشكرا جدا لحضراتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، والفقرة الحوارية الثانية والأخيرة من برنامج الأهلي الليلة النهاردة في نهاية الأسبوع. وبالتأكيد خلاص خلال الساعات القادمة لا حديث سيعلو على مباراة الأهلي وصن داونز في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا. مباراة صعبة، مباراة حاسمة، مباراة فيها تفاصيل كتير قوي لو عدنا نتكلم فيها من النهاردة لغاية يوم السبت، فيها عناوين كتير ممكن نتكلم فيها. مباراة يوم السبت نقدر نقول مقياس ومعيار لأمور كتير حصلت على مدار هذا الأسبوع بتبين شخصية وقيمة ومكانة النادي الأهلي بشكل كبير جدا. مثل هذه المباريات ممكن تضع لها عناوين كثيرة، لكن مباراة الأهلي يوم السبت القادم في استاد برج العرب إن شاء الله في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة، عنوانها الرئيسي هي مباراة الثقة والضغوط. الثقة والضغوط لها معاني كثيرة في هذا الشأن، لكن الثقة، ثقة جمهور النادي الأهلي في لعبته في جهاز الفن وفرقته، وده اترجم بشكل إيجابي في مباراة مصر المقصة في الدوري، والحالة المعنوية والشحن المعنوي الإيجابي من الجمهور بشكل كبير جدا، واللي ظهر في ملعب بيترو سبورت في مباراة المقصة، واللي ظهر أكتر كمان في مباريات فريق الكرة الطائرة على صالة الأمير عبد الله الفيصل، والرسائل الإيجابية اللي أرسلتها جماهير النادي الأهلي في كل مكان. مباراة الضغوط لأنها مباراة تأتي بعد خسارة مباراة الذهاب بنتيجة لم يكن يتوقعها أحد، وإذا أقيمت هذه المباراة أكثر من مرة لن تحدث مثل هذه النتائج مرة أخرى. وبالتالي مباراة الأهلي وصن داونز يوم السبت القادم هي مباراة تحمل عنوان هي مباراة الثقة والضغوط، لكن في نفس الوقت الجهاز الفني واللاعبين لديهم حماس كبير جدا للدفاع عن قيمة ومكانة النادي الأهلي، وقبل ذلك الدفاع عن أنفسهم لتقديم مباراة كبيرة وقوية بالتأكيد هتكون زلزال في القارة الإفريقية الكل سيتحدث عنها، والكل سيتحدث عنها بالتأكيد خلال السنوات القادمة. الأهلي يقدر؟ الأهلي يقدر بإذن الله. الأهلي يقدر بشخصيته، بمكانته، بقدرات لاعبيه، بإمكانيات الجهاز الفني،
بالشحن الجماهيري الكبير والجمهور باذن الله اللي ضرب مثل كبير جدا في الحضور منذ الامس وحتى صباح الساعات الاولى من النهارده لشراء التذاكر الخاصه بهذه المباراه. الاهلي يقدر بالتاكيد، لان الاهلي يقدر بالفعل حسب تصريحات الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره اللي قال فيها ان الاهلي هيلعب هذه المباراه بشخصيته وبتاريخه الكبير. الكره المصريه خلال الفتره الاخيره فقدت شخصيتها. شخصيه الكره المصريه فقدتها لما الاهلي فقد شخصيته بسبب غياب الجمهور. دايما الكل بيتكلم عن غياب الجمهور بيأثر بشكل كبير جدا على مباريات كرة القدم، لكن النادي الأهلي تحديدا غياب الجمهور مأثر بشكل للأسف سلبي خلال الفترة الأخيرة، وبالتالي الكل كان بيتحدث عن عودة الجمهور خلال الفترة القادمة، ولما لا استاد برج العرب يكون فيه مساحة كبيرة جدا من جماهير الكرة المصرية وجماهير النادي الأهلي بشكل خاص عشان تشجع الفريق في هذه المباراة الحماسية. دي كانت عناوين سريعة حبيت ألم بها الموضوع المتعلق بهذه المباراة، وحبيت بس أوضح شوية عناوين تفصيلية لما ظهر خلال هذا الأسبوع وما سيكتب وما سيظهر خلال ال 48 ساعة القادمة قبل مباراة سان داونز إن شاء الله يوم السبت في إياب الدور ربع النهائي. هذه العناوين بالتأكيد هتكون محور حديثنا في هذه الفقرة اللي بيشرفني وبينورني فيها الكابتن حسين شكري أحد نجوم النادي الأهلي السابقين واللي بالتأكيد متواجد معنا في قطاع البراعم وقطاع الناشئين. إن شاء الله خلال الفترة القادمة أيضا نشوف قطاع ناشئين متميز من خلال لاعبين سابقين ظهروا بشكل جيد في فترة زمنية وتحديدا في فترة التسعينات اللي كان فيها تميز وتألق لعدد كبير جدا من لاعبي النادي الأهلي. كابتن حسين منورنا ومشرفنا في قناة الأهلي. أهلا بحضرتك يا أستاذ محمد وأهلا بالسادة المشاهدين، ومبسوط إن أنا موجود مع حضرتك وفي وسط عائلة النادي الأهلي. أكيد الشرف لينا ودي عناوين حبينا نذكرها في البداية، لأن فكرة كمان إن احنا عاملين هاشتاج جمهوركم معاكم. جمهوركم معاكم ده الرسالة الإيجابية اللي ظهرت من جمهور النادي الأهلي خلال الفترة الأخيرة، ورسالة إيجابية اللي ظهرت كمان وأثر إيجابي كان على اللعيبة في مباراة مصر المقصة. العناوين اللي اتكلمنا فيها في بداية هذه الفقرة وتقديمة هذه المباراة من وجهة نظرك شايفها إزاي كابتن حسين؟ وما من المفترض ان يحدث خلال ال 48 ساعه القادمه قبل هذه المباراه المهمه؟ بص حضرتك، انت يعني قدمت مقدمه ما شاء الله كويسه جدا. النادي الاهلي لما على مدار تاريخه سلاحك الاول قبل اي حاجه بعد ربنا سبحانه وتعالى جمهورك، واخد بال حضرتك؟ النادي الاهلي من اكتر الناس اللي اتاثرت في الفتره اللي فاتت دي كلها ان عدم دخول الجمهور او عدم تواجد الجمهور مع النادي الاهلي، واخد بال حضرتك؟ احنا اكتر ناس يعني ما مش مستفيدين من عدم وجود الجمهور. فان شاء الله باذن الله، لان دايما انا بقول كده ليه؟ لان دايما جمهور النادي الاهلي السند، وسند حقيقي بغض النظر عن نتائج بغض النظر عن اي حاجه، سند. انت عمرك ما شفت الحمد لله رب العالمين على مدار فتره طويله جدا ان جمهور اساء للاعيبه النادي الاهلي، حتى لو في ظروف عندنا الامور مش تمام او الامور مش ماشيه معانا كويسه والكلام ده كله، برضو الجمهور بتاعنا السند لينا بعد ربنا سبحانه وتعالى. فبتمنى من ربنا ان شاء الله باذن الله مباراه يوم السبت ديت ان احنا نخرج بغض النظر عن النتيجه، وكلامنا كله واحنا بنتكلم او انا بتكلم مع حضرتك دلوقتي هنسيب النتيجه على جنب شويه. انا بتمنى من ربنا سواء الجمهور النادي الاهلي طول عمره راسه مرفوعه فوق، عايز اللعيبه كلها بالجهاز بالجمهور تخرج راسك فوق بغض النظر عن النتيجه، ولازم تبقى الجمهور عارف كده واللعيبه عارفه كده كويس. احنا فقدنا في المباراه الاولانيه ميزه طول عمرنا عايشين بيها، الروح القتاليه، وزي ما حضرتك قلت برضو ان اللي حصل دوت ما بيحصلش في التاريخ كتير، ما بيحصلش النادي الاهلي، واخد بال حضرتك؟ ف هنقول رب ضاره نافعه، ظرف وحصل او مباراه وعدت نستفاد منها بحاجات كتيره ان شاء الله باذن الله بامر الله. فبتمنى ان شاء الله باذن الله يوم السبت ان اللعيبه يخلونا كلنا مبسوطين من الاداء من الروح. الحاجه اللي احنا فقدناها في المباراه الاولانيه هناك الروح القتاليه بتاعت النادي الاهلي اللي احنا متعودين عليها في النادي الاهلي، ان احنا نلاقيها ان شاء الله بامر الله يوم السبت ان شاء الله باذن الله. اكيد خلال الساعتين الاخيرتين السوشيال ميديا كلها بتتكلم عن كرة القدم فيها متغيرات كتيرة. بالظبط. وما حدث خلال الساعات الماضية عن خسارة الأهلي أمام سان داونز والاستعداد لمباراة مصر المقص وتصدير أو البعض قد يحاول تصدير صورة سلبية لهدم المعبد بالكامل، بقى خلاص يعني بعض المغردين يعني بيستغلوا هذه الأحداث لهدم المعبد بالكامل، لكن بتفوز امبارح على مصر المقص بتتصدر الدوري وبتتصدر الدوري فعليا. مش قبل مباراه الزمالك ب 24 ساعه، النهارده الزمالك خسر
من المصري بهدفين مقابل هدف، فبالتالي تصدرت المسابقة بشكل رسمي، والأول مرة الأهلي بيتصدر الدوري بعد تساوي المباريات بينه وما بين غريمه التقليدي نادي الزمالك في المركز الأول والثاني. هذا التصدر أقدر أقول دفع إيجابية رغم من اختلاف الدوافع ما بين البطولتين، لكن على الأقل حتى كجمهور النادي الأهلي اللي رسالته دايما بتوصل للعيبة، لأن اللعيبة دايما يعني منشغلة أو بتسمع أو بتقرأ أو حتى بتحتك بالناس في الشارع، لكن أنت تصدر الدوري قبل مباراة سان داونز يوم السبت، ده ممكن يخلق دافع إيجابي أنك إن شاء الله متغيرات كرة القدم اللي بتحصل تساعد أن مباراة يوم السبت أيضا تحدث متغيرات وتقدر تعمل نتيجة إيجابية. بالضبط، متغيرات في الكرة موجودة، مش يعني الكرة الثوابت بتاعتها مش كتيرة، قليلة جدا الثوابت في نرجع لموضوع الجمهور. الجمهور بتاع النادي الأهلي واعي، لما كانت ناس بتصدر لنا يعني بشكل يعني سواء مباشر او مباشر او بقصد او من غير قصد بيعملوا لنا يعني زي ما بيقولوا تكسير مقاديف للنادي الاهلي، واخد بقى حضرتك تكسير عظام. تكسير عظام. النادي الاهلي جمهوره بادارته بلاعيبته بكل المنظومه كلها ناس واعيه ناس عارفه، واكبر دليل على كده ارجع في الوقت اللي كان النادي الاهلي فيه ناس كتيره بتصدر لنا الموضوع دوت، تصريح كابتن سيد عبد الحفيظ لما قال احنا في الاخر اللي يضحك او العبره بالخواتيم، العبره بالنهايه، واخد بقى حضرتك ازاي؟ قال ان احنا هنتصدر الدوري، وكان الكلام دوت كان سابق لواني، كان فاضل حوالي تقريبا في الدوري كان ناقص كان ناقص كمان حوالي اربع خمس مباريات او حاجه زي كده هوت، وكان الناس عماله تقول لك ده الاخير ده هينزل ده يعني الكلام اللي مش تمام دوت. كابتن سيد عبد الحفيظ راجل عارف امكانيات فريقه ايه، عارف هو في نادي ايه، عارف التاريخ بيقول ايه، قال احنا ان شاء الله باذن الله بعد شويه ان احنا هنبقى متصدرين الدوري. الحمد لله رب العالمين، النهارده واحنا بنتكلم وانا بتكلم مع حضرتك اهو احنا متصدرين الدوري، ولا فرق اهداف ولا فرق اي حاجه، ولا مؤجلات بقى ولا ناس كانت بتتخانق ولا الكلام ده كله، الحمد لله رب العالمين احنا متصدرين الدوري، ان شاء الله باذن الله هنتصدر لنهايه المسابقه بامر الله وهنفوز ببطوله الدوري ان شاء الله باذن الله. يخلق دوافع ايجابيه عند اللعيبه طبعا. بمعنى انا كان محطوط عليا ضغط الفتره اللي فاتت بالمباراه اللي هي تعتبر سلبيه اللي فاتت ديت، وكان عليا لود تاني برضو مباراه الدوري العام ان انا مش متصدر، ودي حاله ما بتحصلش كتير للنادي الاهلي او لعيبه النادي الاهلي او النادي الاهلي كله بجماهيره بكل الطوائف بتاعه النادي الاهلي ومحبين النادي الاهلي رافضين القصه ان انت تكون اي حاجه غير المركز الاول. انت دلوقتي بقيت في المركز الاول، هتبقى في نوع ارتياحيه شويه بالنسبه للجمهور، المفروض ان هو بيخلق دوافع عند اللعيبه بقى لما نيجي نتكلم بقى كلاعيبه كوره او ناس متخصصه في الكوره، تخلق دوافع كبيره جدا للمباراه القادمه ان شاء الله باذن الله. برضو هرجع تاني وهقول لحضرتك ان الروح اللي احنا شفناها اول امبارح في المباراه بتاعه المقصه، مباراه امبارح بالظبط، لما تبصش على اللعيبه اللي في الملعب، بص على الدكه بره عامله ازاي، بص الروح بتاعه اللعيبه الموجوده عامله ازاي. لا واسف للمقاطعه كابتن حسين، مش الدكه بس واللي بره كمان في المقصوره. انا بقول لحضرتك سعد سمير كان موجود، حسام عاشور حضر وكان بالزبط. موجود وهو مش موجود في المباراه، شريف اكرامي لا عدد كبير جدا من اللعيبه امبارح ما كانتش موجوده في السكور لا اساسي ولا احتياطي، والاول مره من فتره كبيره اشوف حتى معظم اللعيبه اللي مش في الماتش. وليد سليمان امبارح كان موجود حتى في المقصوره الرئيسيه، يعني بالظبط ده بيديك ده بيديك مؤشر او بيديك رساله ان الناس ديت عارفه هي رايحه فين، ان الناس ديت قلبها على قلب راجل واحد، ودي سمه النادي الاهلي ان شاء الله بامر الله ربنا يكملها بالستر ان شاء الله باذن الله يوم اليوم السبت، ونقدم مباراه كويسه برجوله وبجدعنه ونخرج ان شاء الله زي ما النادي الاهلي طول عمره راسه مرفوعه، ان شاء الله هنخرج من الملعب بغض النظر عن النتيجه بغض النظر عن اي حاجه، ان احنا ان شاء الله هنخرج من الملعب راسنا مرفوعه بامر الله. قبل ما اكمل الجزء الفني، ما ينفعش وانا بتكلم في مقدمه هذه الفقره او الحلقه وانا حطيت عناوين رئيسيه لهذه المباراه، اتكلمت عن فكرة ان الكرة المصرية فقدت شخصيتها خلال السنوات الاخيرة، وده ان دل على شيء بيدل على خسارة ثلاث نهائيات في 2016 17 18 سواء للاهلي او للزمالك، وده ان دل على شيء بيدل بسبب ان الاندية الكبيرة فقدت شخصيتها بسبب عدم حضور جمهورها. بالظبط. الملحمة اللي انا شفتها النهاردة على المستوى الشخصي من غير بقى ما حد يشير صور او حد يكلمك ويقول لك انا شفت كذا، لا انت بنفسك النهاردة وانت جاي حتى في مشوار او رايح في اي مكان وبتلف كده على المنافذ او قدام النادي الاهلي، شفت ملحمه الجمهور في كل مكان، او حتى في اسكندريه الجمهور متشوق وكانها مباراه نهائيه وانت رايح تستلم الكاس. ملحمه الجمهور دي انت ازاي كلاعب بقى ممكن تستغلها وتكون دافع ايجابي ليك في المباراه القادمه؟ بص هقول لحضرتك حاجه،
لما تبقى في مباراه بالشكل ده بالظروف اللي حصلت دي بالنتيجه اللي حصلت ديت والجمهور يعني مش عايز اقول مش عايز ابالغ بس ان دول الناس بتتقاتل على ان هي تجيب تذكره عشان تحضر المباراه تعرف ان انت قد ايه الناس ديت واعيه والناس ديت فاهمه كويس والناس دي عارفه قيمه النادي الاهلي ايه وشخصيه النادي الاهلي ايه وعارفه ان اللي حصل ده ظرف ما يكررش ظرف طارئ حصل ما بيكررش كتير فهم جايين داعم للنادي الاهلي لانه عارفين ومتاكدين وثقتهم كبيره جدا في الكيان ده بيعمل ايه وان ما فيش حاجه مستحيله بالنسبه للنادي الاهلي او لعيبه النادي الاهلي سواء نتيجه سلبيه او نتيجه كبيره او ايا كان زي ما بنتكلم الناس دي عندها ثقه في ربنا سبحانه وتعالى وفي النادي ده او في اللعيبه اللي موجوده دي او في الاداره اللي موجوده ديت واخد بقى حضرتك وزي ما كنا بنتكلم من شويه برضو ان اللعيبه اللي موجوده احنا لسه بنتكلم على الروح عامله ازاي ان اللعيبه اللي بره الاسكور او اللعيبه المصابه وطبعا انا اسف معلش يعني رب يعني كابتن سعد سمير ربنا يشفيه ويعافيه ان شاء الله ويرجع بالف سلامه والناس المصابه اللي باقيه وكريم نيدفيد كمان للاسف ان شاء الله النهارده ان شاء الله باذن الله يرجعوا بالف سلامه لما تبقى الروح ديت موجوده ومع الجمهور والكلام ده كله لا انت ده مؤشر زي ما بقول لحضرتك ان شاء الله باذن الله هنشوف حاجه كويسه يوم السبت بامر الله ان شاء الله باذن الله تمام اتفرجت على مباراه المقاصه امبارح شفت المكسب ازاي من وجهه نظرك الفنيه والله انا يعني قبل الاداء الفني بصيت على 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 الروح ده اللي يهمني لان انا برضو معلش وانا بتفرج على ماتش المقاصه انا عيني على ماتش يوم السبت بالنسبه لي بيمثل اهميه كبيره جدا طبعا ماتش المقاصه مهم جدا وبسببه الحمد لله ان احنا تصدرنا الدوري فكان عيني برضو على الروح هتبقى عامله ازاي والالفه بين اللعيبه وبين الجهاز وبين الجمهور هتبقى عامله ازاي عشان يوم السبت ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي قدم مباراه كويسه كافح بشكل كويس اللعيبه اللي موجوده سواء احنا ما شاء الله احنا عندنا بدل الفرقه فرقتين وثلاثه يعني وده ظهر اللعيبه موجوده محمود وحيد واداء حمدي فتحي الجراءه كمان اللي عند الجهاز الفني ان هو يلعب مباراه الاتحاد ويلعب المباراه بتاعه المقاصه وهم مباراتين مهمين جدا في مشوارك ان انت تاخد ان شاء الله باذن الله الدوري ان انت هيبقى عندك الجراءه دي انت عندك ثقه كبيره جدا في اللعيبه وعندك لعيبه امكانياتها تسمح ان اي حد يبقى موجود وبيلعب وان هو يقدر ان هو يحقق مكسب او يحقق نتيجه كويسه واخد بال حضرتك ف اللي احنا بنتمناه ان شاء الله باذن الله من الجمهور بقى ان انت هتقف مع النادي من اول دقيقه لاخر دقيقه بغض النظر عن النتيجه بغض النظر عن اي حاجه احنا كلنا بالظبط مفيش اي حاجه تاني غير ان احنا بنشجع فرقتنا من اول دقيقه لاخر دقيقه ان شاء الله باذن الله تمام وتكون عندك ثقه في ربنا سبحانه وتعالى ان مفيش حاجه مستحيله في الكوره مفيش حاجه صعبه في الكوره انا يعني لو اتكلمنا وحبينا يعني زي ما بتتكلم حضرتك في موضوع المتغيرات والكلام ده كله يعني انا عندي سيناريو طبعا يعني الجهاز الفني هو ادرى مني بالكلام ده كله في المتغيرات بتاعه المباراه نفسها انا ممكن اعمل سيناريو ليا انا كحافز بالنسبه لي اللي هو نقطه فنيه يعني مش انا طبعا انا ما اقدرش ان انا اعدل على الجهاز او اللي هم اضرب كل حاجه وجهه نظري انا اني انا ممكن استغل ان احنا نلعب زياده عدديه بمعنى انا عندي لعيبه مهاريه عندي رمضان صبحي عندي اجايه عندي ناصر ماهر اللعيبه الحريفه اللي احنا زي ما بنقول الكلام ده كله في بدايات المباراه اتعلمنا احنا واحنا صغيرين او واحنا بنلعب كوره في ماتشات اللي هي بتبقى النتائج فيها بتبقى يعني مبالغ فيها شويه والكلام ده كله ان انا اقدر ان انا اقول لرمضان مثلا عند الباك رايت اول ما تستلم الكوره روح له. انت راجل مهاري بتعدي واخد بال حضرتك ازاي؟ طب اللعيب اللي انا الجون ده ما ينفعش اعديه واحنا بنتكلم على موضوع اللعيبه المهاريه لان في مهاره التسديد بالراس ودي مهاره يعني عند عدد قليل بس حمدي فتحي بيتميز بيها. بيتميز فيها وفي ام بي يعني نفس الجون ده لو هتعيد لحمدي فتحي قبل ما يجي النادي الاهلي ده من قبل ام بي كمان ده من ايام دمنهور اه بالظبط هو متميز في الحته دي بالظبط وفي المكان ده بالذات يعني عنده اهداف كتيره جدا في المكان ده ربنا يحفظه ويصونه انا فاكر في التوقيت ده كان ساعتها الكابتن وائل جمعه كان مدير كرة في الاهلي وكان الكابتن محمد عمر هو المدير الفني لدمنهور لفت انتباه الكابتن وائل جمعه اداء حمدي فتحي مع دمنهور وتسديده بالراس وتحركاته في وسط الملعب متميز فعلا وبيتميز فيها من زمان بالظبط متميز فيها وزي ما حضرتك زي ما بقول لحضرتك برده لو جبنا برده في الموسم ده تقريبا
مع 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 انبي برضو احرز هدف او هدفين بنفس الشكل او بنفس الاسلوب دوت, ويمكن نفس نفس المكان كمان بالزبط. يعني اوفر من ناحيه اليمين كده بالشكل ده منطقه هو بيعرف يتمركز بين نقطه الجزاء والستة ياردة بيعرف يجيب جون الحته دي كويسه. واوفر محمود وحيد لان اداء محمود وحيد امبارح الناس كانت مبسوطه في ظل غياب علي معلول نتيجه الانذار الثالث وايمن اشرف يعني الجهاز الفني فضل ان هو يريحه, فكان في تحدي عند محمود وحيد في المكان ده تحديدا. ظهر واجاد بشكل متميز جدا 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 ولسه عنده كتير, هي مش التقييم من مباراه واحده بس لسه عنده كتير, لكن شخصيه اللاعب هنا بتظهر في مباراه زي دي يا كابتن حسين والاداء اللي ظهر بيه مع النادي الاهلي امبارح. خلاص هو دخل جوه المنظومه بتاعه النادي الاهلي, اللي لعب في النادي الاهلي يعرف القصه دي كلها. انت بتقعد بتحارب وبتقاتل سواء بتلعب او ما بتلعبش طول الموسم في التدريب عشان لما تجيلك الفرصه تبقى بالشكل ده. هو خلاص دخل الراجل دخل يعني احنا لما نتكلم على 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 حمدي فتحي تقريبا ما لعبش السنه دي ولا مباراه تقريبا. لا لعب عدد من المباريات بس قليل جدا. مش بصفه اساسيه, واخد بال حضرتك ازاي؟ لما ينزل وبيأدي الاداء ده وبالشكل دوت ومباراه كامله, لا يعني ما شاء الله عليه ربنا يحفظه. وزي ما كنا بنتكلم برضو من شويه قلنا احنا عندنا الخامه وعندنا اللعيبه وعندنا الرجاله اللي تقدر ان هي تحقق اي حاجه. ممكن يلعب بيه الماتش الجاي اساسي الاداء اللي ظهر بيه حمدي فتحي؟ لا ما اظنش. يعني علي لا حمدي فتحي مش محمود وحيد. حمدي ممكن ممكن بالنسبه كمان بعد الاصابه بتاعت كريم نيدفيد ممكن يبقى له تواجد. طب لو هنتكلم عن الدور لكل يعني بالمره يعني اكمل الجزئيه اللي اتكلمت فيها كابتن حسين, فكره التشكيله اللي ممكن يلعب بيها والزياده العدديه. هو بس معلش قبل التشكيله اللي هي الحته اللي هي بتاعه المتغيرات, ان انا بلعب على عامل نفسي او بلعب على حاجه فنيه في الملعب ان انا اقدر احجم. مثلا بمعنى انا عندي راجل زي ما بنقول مثلا فلنفترض رمضان راجل مهاري لو هيلعب مثلا على الباك رايت في البدايات ممكن المدرب روح للراجل بالكوره خد الكوره وروح للراجل تشتغل معاه مهاري يا اما هتفوت يا اما انا عايز في العشر دقايق في الربع ساعه الاولانيه الراجل دوت مثلا يحصل على انذار. انت واخد بال حضرتك معايا انه بعد كده الراجل على تفاصيل صغيره بالظبط. بعد كده الراجل دوت وهو داخل معاك ليه حلين, يا اما زي ما بنقول بلغه الكوره هيبقى في حته غشم وهيخش ممكن يطرد, يبقى انا عملت زياده عدديه انا بلعب بقيه المباراه انا زياده لاعب. دي حاجه. الحاجه الثانيه يا اما هيبقى وهو داخل عليا في تحفظ, ولما هيبقى في تحفظ المهاره هتكسب اكيد. واخد بال حضرتك ازاي؟ يعني في جزئيات وفي تفاصيل صغيره اكيد هم طبعا ادرى وقايلين للعيبه حاجات كتيره الكلام ده كله, ان انا ممكن العب بزياده عدديه انا العب من بدايه المباراه العب على حاجه زي كده. وارد ان انا لو هم لعبوا 10 او نص ساعه او اول ثلث ساعه او ايا كان او حتى الشوط ان انا العب 10 لعيبه انا عايز احقق هدف معين, انا عايز اجيب اسكور, انا عايز اجيب اهداف كتيره. ده ممكن يبقى حاجه سبيل من السبل ان هي تقرب لي المسافه شويه او تقرب لي الوضع شويه. طبعا بغض النظر عن الاسلوب اللي هيلعب بيه الفرقه او الطريقه او الكلام ده كله. طيب يعني دي وجهه نظري انا في يعني حاجه ممكن تبقى في الاذهان في الاذهان بالظبط كده اهوت للجهاز ان احنا ممكن نلعب زياده عدديه على الفرقه اللي احنا بنلعبها. طيب لو هتضع التشكيل وجهه نظرك التشكيل بالطريقه المعتاده 4 2 3 1 ولا كان في وجهه نظر بتتكلم في 3 4 1 2 وجهه نظرك شكل الانسب بالطريقه اللي احنا واخدين عليها اللي احنا بنلعب بيها. ممكن تكون دي عملت برضو احنا لما غيرنا طريقه اللعب في المباراه الاولانيه حصلت برضو يعني معلش برضو حته الحفظ والكلام ده كله ممكن تكون ما كانتش هي وجهه نظر قبل المباراه بتقول ان هي صائبه عشان ما حدش بس يقول ان الراجل اخطا او لا وجهه النظر ان الراجل كان عايز يامن في نص الملعب ثلاث ديفندرات. اي حد هيجي قبل المباراه هيتكلم وجهه النظر صائبه وبشكل كبير ان الاداء بقى حصل فيه دروب او في حاجه واخد بال حضرتك دي حاجه ثانيه. انما انا بشوف ان احنا ان شاء الله بامر الله نلعب بالاسلوب اللي النادي الاهلي متعود عليه. احنا بقالنا سنتين بنلعب 4 2 3 1 واخد بال حضرتك, فالاسلوب اللي احنا بنلعب بيه ده واللي اللعيبه حافظاه بشكل كبير وبقالهم مده كبيره بيلعبوا بنفس الاسلوب دوت, انا بفضل ان احنا نلعب بنفس الاسلوب. تمام. طيب في نقطه ايجابيه برضو بنتكلم فيها وقدامنا على الشاشه وليد ازارو في مباراه الامس. وليد احرز هدف بعد غياب حوالي 96 يوم عن التهديف. اخر هدف لوليد ازارو كان يوم 4 يناير امام بيراميدز في الدوري العام, ومن ساعتها يمكن
في صيام عن التهديف تماما بالنسبه لوليد ازارو. هو ليه ظروفه معلش عشان برضو ان هو جت فتره طويله ان هو الاصابه بتاعته يعني هو مش بيلعب وما هدفش. لا لا كان غايب بسبب اصابه بس عشان فكره الفورمه البدنيه والفورمه الفنيه كان الجهاز الفني كان شايف ان مروان محسن ماشي بشكل كويس فكان بيبدا بمروان وفي وقت معين كان بينزل وليد ازارو في الشوط الثاني. لكن فكره الناحيه انا عايز استغل بس الجزء الايجابي في ان وليد ازارو احرز هدف امبارح عامل نفسي بالنسبه له كويس جدا جدا كده. طبعا ان هو احرز هدف دي بترجع له ثقته في نفسه واخد بقى حضرتك طبعا طبعا الهداف او اللعيبه اللي هي بتلعب في مركز راس الحربه ديت لو غاب عن التهديف مهما ادى اداء كويس واخد بقى حضرتك بتبقى الامور بالنسبه له صعبه غير اي لعيب تاني. اللعيب اللي في نص الملعب او الديفندر او اللي في خط الظهر او الكلام ده كله بيختلف اختلاف كلي وجزئي بالنسبه للعيب الهداف. اللعيب الهداف راس ماله انه بيحرز اهداف انه بيجيب جول بغض النظر عن اداؤه ايه. ممكن يبقى اداؤه وحش بس بيعرف يجيب جول. دي بالنسبه له العامل نفسي كبير جدا. ممكن يبقى بيأدي كويس بس ما بيجيبش جول يحس ان هو قصر في المهمه بتاعته او المهام بتاعته واخد بقى حضرتك ازاي. فعشان كده من المكاسب بتاعه المباراه بتاعه امبارح ان وليد ان هو احرز هدف دي حاجه كويسه جدا جدا بالنسبه لوليد وبالنسبه للفرقه طبعا. والشيء برضو اللي لفت للنظر ومحدش خد باله منه كتير لما وليد احرز الهدف انا شايف كل او معظم اللعيبه اللي بتهنيه اللي كانت على الدكه يعني زي ما يكون اللعيبه حاسين بيها بالظبط. يعني بقول لحضرتك اللعيب الفيرود دوت او اللعيب اللي هو المهاجم او الاسترايكر زي ما بيقولوا راس ماله التهديف. لازم ان انا كل ما ببعد عن الجون او ببعد ان انا ما بجيبش جوال بفتره بفتره كبيره او بفتره طويله تاثر فيها طبعا عمليه نفسيه تاثر فيها كتير. ايجابيات مباراه الامس فيها حاجات كتير تتقال طبعا. اولا انت بتحقق الهدف اللي هو بعيدا عن المباراه الافريقيه انت بتحقق هدف انت بتسعى له او البطوله اللي انت دايما بتنافس عليها او بتحرزها او بتسعى لها دايما بطوله الدوري العام ان انت لما بتكسب واخد بقى حضرتك دي حاجه كويسه جدا. الحاجه الثانيه ان احنا في لعيبه كتيره جدا كانت بعيد عن المباريات بدات ان هي بتشارك وبتشارك بشكل ايجابي وبشكل كويس واخد بقى حضرتك. ف من المكاسب بتاعتها كمان قبل المباراه اللي هي بتاعه سان داونز ان شاء الله يوم السبت ديت ان انا عندي كمدرب او كجهاز عندي وفره كبيره جدا في اللعيبه اللي موجوده معايا بدل ما يبقى عندي يعني جت علينا فتره طويله قوي لما كان عندنا عدد كبير جدا من الاصابات كانت العمليه محدوده كانت بتبقى مقتصره على عدد معين من اللعيبه فدي بتبقى صعبه جدا كجهاز فني ان انت في عمليه الاختيارات او الكلام ده كله او ان انت عايز تنفذ حاجه جديده او ان انت عايز تعمل حاجه جديده بتبقى الامور صعبه شويه. انما لما تبقى القماشه عندي كبيره وعندي عدد الاختيارات كبير جدا بتسبب لي ارتياحيه بنسبه كبيره جدا كفكري انا كمدرب وسيناريو اللي انا بحطه للمباراه واخد بقى حضرتك ان انا بيبقى عندي بدل سيناريو 2 و3 و4 واخد بقى حضرتك ازاي. فانا بشوف ان المباراه بتاعه الاتحاد والمباراه بتاعه المقاصه يعني اثروا بشكل كبير جدا ايجابي بالنسبه للعيبه وبالنسبه للجهاز. مشاركه رمضان صبحي في مركز الهاف رايت ويمكن رمضان من اللعيبه اللي دايما بيميل للعب ناحيه الشمال بس انا شايف ان الاسارتي بيدفع برمضان ناحيه اليمين وبادئ باجايه دايما في ناحيه الشمال لان هو شايف دايما يا اما ازارو او مروان محسن هو اللي يكون راس الحربه السريع. دفع برمضان في مركز الهاف رايت او الناحيه اليمين شايفها بتفقد قوه كبيره من رمضان ولا وجهه النظر الفنيه في الجزئيه دي ازاي؟ انا من امبارح بحاول افهم الفكره نفسها انك بتلعب برمضان ناحيه اليمين وهو بيحب اكتر يتحرك بشماله والناحيه الثانيه في اجايه بخلاف وجود ازارو او مروان محسن كراس حرب. هي المشكله ان انت عندك الاثنين مميزين جدا في حته الشمال ان كان اجايه او رمضان فمش عايز تفقد الاثنين. انت مش عايز تفقد الاثنين. الاثنين بيأدوا بشكل كويس جدا وفي نفس الوقت ممكن تبقى عامل تكتيكي برضو انت كمدرب ان انت بتحط رمضان هنا وبتحط اجايه هنا واخد بقى حضرتك. زي ما احنا بنقول كده لو كتدريب لو انا الامور بالنسبه لي ماشيه على انا 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 بلغه الكوره انا راكب الباك رايت او انا راكب الباك ليفت في كمل وامشي حصلت الامور ان 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 ان, إن, إن المخرجين بتوعي من بره مقفولين او الامور مش ما سهل عليا جدا ان انا بقلب بيبقى رمضان الناحيه الثانيه واجايه برده يجي ناحيه اليمين لان اجايه برده بيجيب برده ناحيه اليمين بيلعب برده بس المشكله معلش اللي هم مميزين قوي قوي في الحته الشمال بس اجايه فانا عايز استفاد بالاثنين بس اجايه دايما تلاقي خطورته جوه الصندوق جوه منطقه 18 لما بيكون راس حربه صريح مش على الطرف
بحس ان عجايب يفقد قوته او امكانياته او حتى احساسه بالكوره لما بيميل على الطرف. لا بالعكس، ده عجايب في لما كان يعني قبل الاصابه او لما كان في موجود في حته ناحيه الشمال دي قبل ما يجي رمضان كمان، وكان متالق بشكل كبير جدا، كان من ناحيه الشمال دي عجايب بيعرف يقف على الكوره كويس جدا وبيعرف يجي بوشه، واخد بحضرتك ازاي؟ يعني غير ان مثلا غير مروان، يعني هو عكس مروان، مروان ممكن يستلم يبقى محطه بالظبط، اجايه لا، اجايه يستلم ويعرف ان هو يروح بوشه كويس وبشكل كويس، واخد بحضرتك. فانا بشوف ان 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 ان, إن, إن المشكله ان الاثنين في مكان واحد وهم مميزين في المكان، فان انا بنقل واحد من هنا وواحد هنا، انا عايز انا عندي يعني عندي سلاحين كويسين جدا. انا ممكن اي مدرب تاني يجي يقول لك ايه، انا اقعد واحد واخلي واحد بيلعب، واخد بحضرتك. لا انا لما يبقوا الاثنين موجودين، الاثنين قوه وقوه كبيره جدا، لما بيبقوا في حالتهم يفرقوا مع اي حد ويفرقوا مع النادي الاهلي بشكل كبير جدا، فهو عايز يستفاد بالاثنين. تمام. فهي من ناحيه التكتيكيه انا بشوفها حاجه كويسه، لان رمضان كمان في الحته اليمين دي ماشي كويس، يعني امبارح عامل كوره يعني كوره جميله بصراحه، اللي هي بصراحه يعني لو كانت اتفنشت كمان بهدف كانت اتبروزت بس احيانا بشكل افضل واحسن. سريع يا كابتن حسين. بالظبط، يعني في مواقف بتحتاج فيها القرار يكون سريع. بالظبط، ما انا بقول لحضرتك لو كانت هي بقى كوره بالشكل ده واتفنشت بهدف كان وجهه النظر او الكلام في 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 الموضوع دوت كانت هتختلف شويه. يعني لو كانت اتفنشت جت جول الكوره كان هيبقى شكلها اتبروزت أحسن. يعني اللي هو عمله رمضان ده كان هيتبروز بشكل افضل. بالظبط بالظبط كده. بالظبط كده. طيب النهارده الخميس، المباراه يوم السبت، هو طبعا الشغل الفني لا بديل عنه، والشغل الفني ده شغل طبعًا مهم جدا، التحضير والمحاضرات والتكتيك والفنيات طبعًا، ده حاجه مهمه من اي جهاز فني، لكن دايما بشعر كده ان المرحله دي مرحله شغل نفسي، وكان مانويل جوزيه دايما حتى في الفتره اللي كنت بشتغل فيها او بغطي فيها اخبار النادي الاهلي، فتره مانويل جوزيه مع الجيل اللي حقق بطولات عظيمه في سنوات طويله خلال الحقبه من 2004 لغايه 2013، كنت بلاحظ ان حتى مانويل جوزيه لما كان بيخسر مباراه او بيتعادل مباراه افريقيه مهمه او مصيريه، على مدار الاسبوع وعلى مدار التحضير للمباراه الثانيه كان الشغل النفسي اكتر، التصريحات رايحه في اتجاه نفسي، الصوره اللي عايز يصدرها للاعلام او اللي عايز يصدرها للمنافس ناحيه نفسيه يضغط بيها على المنافس، فكان حتى الشغل الفني ليه جوه الملعب، بس كان دايما بيحب يتعامل بجزء نفسي اكبر. العامل النفسي في كره القدم جزء لا يتجزا من الجزء الخططي او المهاري او عنصر مهم جدا، وساعات بيسبق بشكل كبير جدا الجزء الخططي او الجانب الخططي. بمعنى انت بتهيئ لعيبتك نفسيا كويس. في وقت من الاوقات احنا بنقول في الكوره، يعني نتكلم بلغه الكوره شويه معلش، انا ممكن ما تبقاش ماشيه معانا كوره، المدرب ممكن يديك كل حاجه في الملعب، ممكن يديك عنصر مهاري، ممكن يديك عنصر بدني، ممكن يديك عنصر خططي، انما الروح والقلب والعزيمه والاصرار ان انت تحقق الهدف المدرب مش هيقدر يديها لك بشكل كبير الا اذا كانت نابعه منك انت. تمام. فبشكل كبير جدا المدربين دايما لما بيجي يتكلم بيتكلم مع العامل النفسي اللي هو بيوصلك للقتال في الملعب، ان انا بحارب في الملعب عشان ان انا اقدر اوصل للهدف وان انا احقق الهدف. فانت بتشتغل على العامل النفسي دوت، ان انت بتهيئ اللعيبه بغض النظر عن اي حاجه، بتشيل عنهم لو في ضغوط او في اي حاجه بتحاول ان انت تشيلها بتنزعها من اللعيبه بشكل معين، ان هو ينزل الملعب اللي هو زي ما بنقول ان هو في يومه فايق، حالته النفسيه والذهنيه صافيه، انا مش عايز احط عليك ضغوط، انا بهيئك ان انت بتنزل بتقاتل بتحارب عشان تحقق هدف معين، واخد بقى حضرتك ازاي؟ فانا مش عايز اللي هو التوتر بقى اللي احنا زي ما بنقول كده، ان في ناس بتصدر لك طاقه غير ايجابيه. فانا عايز انزع منك الكلام ده كله، عايز ابعدك عن السوشيال ميديا، عايز ابعدك عن جرايد، عايز ابعدك عن اي حاجه تانية، انت تركيزك وذهنك كله يبقى صافي وقت المباراه، ان انت بتادي باحسن شكل ليك سواء ذهني او بدني او فني او خططي، واخد بحضرتك ازاي؟ فالجزء النفسي ده او العامل النفسي في كره القدم جزء مهم جدا جدا جدا، فلازم ان انا بهيئ لعيبتي انها تنزل المباراه اللي هو زي ما احنا بنقول كده صافي الذهن، تركيزك مليون في الميه، مش 100%، مليون في الميه، مليون في الميه، مليون في الميه طبعا. المباراه زي ديت اولا يعني ممكن ما تمشيش معانا كوره، ممكن تقفل معانا كوره باي سبب من الاشكال،
انما انا 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 اقبل ده، انما مش هقبل منك ان انت ما تقاتلش، انا مش هقبل منك ان انت ما تحاربش في الملعب، ان انا مش هقبل منك ان انت تكافح من اول دقيقه لاخر دقيقه. يعني انا ممكن اقبل ان الكره مش ماشيه، وارد مع الناس كلها ممكن الكره مش ماشيه، انما مش هقبل او مش هيبقى وارد ان انا الاقيك في الملعب ما بتقاتلش ما بتحاربش. لا دي 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 ما تت... دي مش هتبقى مقبوله ولا بالنسبه لنا كجمهور ولا بالنسبه لينا محبين للنادي الاهلي، ولا ولا دي سمه من سمات النادي الاهلي. السمه بتاعت سمات النادي الاهلي زي ما بيقول والناس كلها عارفه روح الفانيلا الحمراء. هي روح الفانيلا الحمراء دي جت منين؟ ما جتش اعتباطا، جت من ناس قبلنا سبقونا بكتير انها بتقاتل وبتحارب على الهدف بتاعها. عشان كده النادي الاهلي الاكثر تتويجا، نادي القرن، الالقاب دي كلها ما جتش بالكره بس، لازم لازم يبقى عندي عزيمه وعندي اراده لتحقيق الهدف. تمام. طيب سؤال اخير اختم بيه الجزء الفني بتاع مباراه الاهلي وصن داونز، لان احنا بعد كده عندنا في فقره متعلقه بقرعه كاس الامم الافريقيه غدا باذن الله، حديث العالم كله عن بطوله امم افريقيا في مصر ان شاء الله. ان شاء الله. صن داونز النتيجه اللي حققها على ارضه من وجهه نظر الارقام او من وجهه نظر الوجهه الرقميه مش مفاجاه، لان على ارضه نسبه التهديف بتاعته عاليه، استحواذه على ارضه عالي جدا، لكن خارج ارضه واتمنى هنا الارقام يعني تبقى صحيحه بقى، يعني زي ما كانت الارقام في على ملعبه ساهمت له بشكل ايجابي، خارج ملعبه ان شاء الله تكون الارقام معبره بشكل مباشر عن النتيجه اللي هتقول ليها ان شاء الله مباراه يوم السبت القادم. خارج ملعبه لم يحرز سوى هدف وحيد، دخل مرماه ما يقرب من حوالي 6 اهداف، لم يفوز باي مباراه خارج ملعبه، خسر كل المباريات وتعادل مباراه واحده او مباراتين حتى في مباراه الدوري التمهيدي، استحواذه حتى ما بيتعداش 30-35%. يديك مؤشر مع الحماس مع النديه مع كبرياء الاهلي انك تعمل ممكن ان شاء الله مباراه، مش هقول ريمونتادا رقميه بس ريمونتادا فنيه، تعمل مباراه كبيره. طبعا الارقام شيء مهم في الكوره. انا هو الراجل حتى انا كنت قريت له تصريح امبارح هو بيتكلم بيقول ان احنا فوزنا قبل كده 5 تقريبا على الاتحاد الليبي، فوزنا 3 تقريبا على الرجاء، فوزنا كذا. بيقدر ان هو في ملعبه بيقدر يحرز اهداف كتير. وفي معلومه كمان الاعداد دي اكد لي عليها استاذ كابتن، مش مع النادي الاهلي بس، في معلومه الاعداد دي اكد لي عليها كمان، والنادي الاهلي على ملعبه في بطوله افريقيا السنه دي لم يدخل مرماه اي هدف. طب ده ما انا بقول لحضرتك الارقام ده شيء كويس، يعني انا كمدرب في وقت من الاوقات انت بتيجي لما تيجي تقرا بتلاعب فرقه مثلا ما تعرفش عنها حاجات كتيره، بتجيب الجدول بتاعها او بتجيب الاحصائيات بتاعته وبتشوفها منها بتقدر تستشف حاجات كتيره جدا. اللعيبه دي في ملعبها طبعا بتديني شبه صوره يعني عن 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 الفريق ده ايه. ان الفرقه دي في ملعبها بتقدر تحرز اهداف، يبقى هم بيحضروا في ملعبهم بشكل كويس، واخد بقى حضرتك ازاي؟ من ضمنها الحاجات اللي هم عملوها ان هو عايز عنصر الجمهور والكلام ده كله، ان هم عملوا حفله وعملوا 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 حاجات كتيره جدا بيهيئوا الظروف بيهيئوا الظروف والامور لنفسهم ان هم بيعدوا جوه ملعبهم او في بلدهم بيعدوا بشكل كويس، بره ملعبهم بتبقى العمليه بالنسبه لهم بنتمنى من رب وبنتمنى من ربنا ان العمليه دي تكمل على كده. ليه؟ لان احنا بنلعب هنا في ملعبنا، احنا النادي الاهلي، كبرياء النادي الاهلي زي ما حضرتك بتقول، مع الضغط مع الروح مع القتال من اول دقيقه انا بحسس الناس ديت لا النهارده اليوم بالنسبه لكم صعب جدا جدا جدا، اللي حصل ده ما بيتكررش ومش مع النادي الاهلي، واخد بال حضرتك ازاي؟ فعشان كده انا زي ما بقول لحضرتك في البدايه لسه كنا بنتكلم في حته جزئيه يا ريت يعني ممكن تتحط في الاعتبار، ان الضغط الجماهيري بالضغط بتاع اللعيبه نفسها بالروح بان انا بقاتل ان الكوره معظم الوقت في الخمس دقائق ال 10 دقائق الاولانيين انا عايزه جوه منطقه 18 جوه منطقه الجزاء بتاعتهم، ان انا بحارب هنا بناوش هنا بحارب هنا بقاتل هنا، ان الكوره ما تبقاش معاهم بشكل كبير، اول ما في ايد الكوره لازم اقطعها تاني، لازم تبقى الكوره بحوزتي دايما، ان انا اقدر ان انا من خلالها ان انا اسبب خطوره على المرمى بتاع الفريق المنافس، واخد بال حضرتك؟ دي كلها عوامل اكيد طبعا الجهاز الفني ادرى مني واتكلم فيها، من ضمنهم الجزئيه ان انا لما بسبب عليهم ضغط، واحنا عارفين طبعا ان بشكل كبير معظم القاره الافريقيه او القاره السمراء ان خط الظهر بتاعها مهما كانت مرت علينا فرق او منتخبات بتبقى فرقه قويه، ان العنصر الاضعف عندهم دايما بيبقى خط الظهر. تمام. فاحنا لازم نستغل القصه ديت ان شاء الله بامر الله من البدايه من اول دقيقه ان شاء الله ان احنا نسبب للناس دي ضغط كبير جدا في من بدايه المباراه. متفائل؟ والله متفائل جدا كمان، مش انا بص هقول لحضرتك حاجه، انا عن نفسي بتمنى من ربنا زي ما قلت لك في الاول، انا عايز كل لعيب والجهاز والجمهور، الجمهور بغض النظر عن النتيجه ايه، الجمهور بيسقف لك بعد المباراه وانت خارج راسك دي مرفوعه هنا، لان النادي الاهلي ده كده.
ده اللي انا عايزه، وده اللي بتمناه من ربنا بغض النظر عن النتيجه. النتيجه دي بتاعت ربنا سبحانه وتعالى، ممكن تادي كويس جدا وتضيع وتعمل والكلام ده كله، ممكن كل شيء وارد في الكوره. ان انا بتمنى من ربنا ان انا في الاول وفي الاخر ان انا اخرج راسي مرفوعه، لان النادي الاهلي ده كده لازم راسك تبقى مرفوع باذن الله دايما ان شاء الله بامر الله باذن الله دايما على طول باذن الله. طيب احنا ده حديث كان مهم جدا على مباراه الاهلي وسان داونز، لكن بالتاكيد برضو عندنا اطلاله على قرعه كاس الامم الافريقيه غدا ان شاء الله تقام في الاهرامات، وبالتاكيد العالم كله بينتظر هذه القرعه لاول بطوله افريقيه بتقام بمشاركه 24 منتخب وبتنظمها مصر ان شاء الله في الفتره من شهر 6 الى شهر 7. نخرج لهذا التقرير تعليق صوتي على حفل قرعه امم افريقيا غدا والمستويات بدءا من المستوى الاول حتى المستوى الرابع والمنتخبات المشاركه في هذه البطولة، وبالتالي دخول عدد جديد أو عدد من المنتخبات المشاركة لأول مرة في كأس الأمم. ثم نواصل الحديث مع كابتن حسين شكري بعد هذا التقرير. المستويات وقرعة كأس الأمم الإفريقية إن شاء الله بمشاركة 24 منتخب غدا بإذن الله تحت سفح الأهرامات، هذه البطولة اللي بالتأكيد الكل بينتظرها على أحر من الجمر، إن بالتأكيد هيبقى فيها مستويات فنية مختلفة، مش عشان في 16 فريق بقى 24، لا، الفكرة إن في منتخبات جديدة ظهرت، الفكرة إن حتى المستويات التصنيف النهاردة لما اتعمل يعني فيها تساؤلات كتير، وانا اسال فيها حتى كابتن حسين. يعني كابتن حسين التصنيف الاول مصر بما انها البلد المضيف، الكاميرون الحائز على اخر بطوله، السنغال، تونس، نيجيريا، المغرب. التصنيف الثاني الكونغو الديمقراطيه، مالي، كوت ديفوار، الجزائر، غانا، غينيا. التصنيف الثالث جنوب افريقيا، اوغندا، بنين، موريتانيا، مدغشقر، كينيا. التصنيف الرابع زيمبابوي، غينيا بيساو، ناميبيا، انغولا، تنزانيا، بروندي. هو التساؤل بس في جزئيه وحيده، يعني موريتانيا ومدغشقر اول مره يتاهلوا لكاس الامم ومحطوطين تصنيف ثالث قبل منتخب انغولا اللي في التصنيف الرابع. هو انا في الحقيقه انا مش عارف التصنيف على اي معيار، على اي معيار، واخد بال حضرتك، بس هتبقى برضو نفس القصه بتاعت اللي هي الفترات بتاعه الامم الافريقيه في البدايات، دايما هتلاقي المنتخبات الكبيره اللي ليها اسم سواء تصنيف اول او تصنيف ثانيه هتفوقوا على التصنيف الثالث والرابع غالبا. يعني الخريطة الإفريقية بتتغير، التطور الكرة الإفريقية الفترة الأخيرة، يعني شفنا منتخبات عملت ماتشات كويسة جدا في التصفيات، يعني شفنا جزر القمر بيحرج المنتخب الكاميروني، شفنا فرق غينيا بيساو، ناميبيا، مدغشقر، موريتانيا، حصلت مفاجآت في التصفيات. الخريطة اتغيرت يا كابتن حسين؟ طبعا، هقول لحضرتك الناس دي بدأت تبص لحاجة احنا ممكن نكون بنغفل عنها او احنا مش واخدين بالنا منها. معظم الدول اللي هم الصغيرة في الكورة الكلام ده كله بدأوا يصدروا لعيبتهم وهم صغيرين يخرجوهم بره. فدي عملت طفرة كبيرة جدا، هم ما عندهمش الإمكانيات او ما عندهمش الأدوات اللي هي تعمل قاعدة بالنسبة لهم او قاعدة ناشئين او قاعدة كبيرة تصدر للمنتخب الأول لعيبة مميزة. فبداوا يعملوا ايه؟ انا ما عنديش بنيه تحتيه تقدر ان انا تستوعب الكلام ده كله، فبدا ان هم الاولاد اللي هم اللي عندهم صغيرين من خلال اكاديميات صغيره والكلام ده كله، ان هو بدا ان هو يخرج الناس دي بره. فلما هيخرج الناس دي بره الناس دي هتتعلم كويس، فلما هتعود بالفايده هتعود على المنتخبات بتاعتهم وعلى بلادهم بشكل كبير. فاحنا لازم ناخد بالنا من النقطه ديت برضو، ان هم بداوا يعني سواء تنزانيا دي انا اعرف ان هم يعني بيروحوا اسبانيا، بيروحوا حتى كان في لقاء مع رئيس الاتحاد بتاعهم امبارح، في منشآت معمولة عن طريق الاتحاد الدولي بالنسبة لهم، بدأ بيروح هو قريبين من الجزائر ومن السنغال تقريبا، بيروحوا السنغال، بيروحوا الجزائر، بيروحوا اسبانيا، واخد بال حضرتك ازاي، بياخدوا الولاد الصغيرين دول بيطلعوا يعملوا معسكرات كمان بره. فان هم يتجهوا للفكر ده او للكلام ده كله، لا، الناس بتحط نفسها على طريق صح. فاحنا كمان لازم ان احنا نبقى واخدين بالنا كويس جدا من الكلام دوت، ان الناس دي بتتطور بشكل كبير. البلاد دي او البلاد اللي احنا بنقول اسمها صغير في الكوره والكلام ده كله، لا، احنا السنه اللي فاتت احنا لما وصلنا كاس عالم احنا كل الناس قبل ما اي حاجه المنافس بتاعنا غانا ما كانتش المنافس بتاعنا، كانت اوغندا، واخد بحضرتك. فلازم ناخد بالنا من الكلام ده كله والتفاصيل دي، يبقى في دقه كويسه جدا في الحسبه بتتغير، او الكوره ما بقاش فيها كبير وصغير، الناس التانية بدأت تفكر ان هي ازاي تتطور. تمام، احنا لازم نبقى برضو على دراية بالكلام ده كله، واللي حوالينا والبلاد الافريقية والكلام ده كله نبقى احنا عارفين الناس دي رايحة فين. تمام، ما تغركش اسم البلد ايه. عموما بكره ان شاء الله القرعه هتكون موجوده والناس كلها هتعرف المنتخبات المشاركه ومين وقع مع مين. هيبقى ان شاء الله بكره في 6 مجموعات، كل مجموعه فيها 4 منتخبات، سيتاهل الاول والثاني وافضل نتائج ل4 منتخبات في المركز الثالث لتكتمل الصوره بالنسبه لمباريات دور ال16
ومن هنا بقى تبدا مباريات البطوله. مباريات دور ال 16 هي اللي هتكون بشكل حاسم شكل البطوله والمنافسين والمرشحين اللي ترشحوا قبل انطلاق البطوله مين. ومن دور ال 16 نقدر نشوف الخريطه بقى في الكره الافريقيه رايحه ازاي خلال الفتره القادمه. كابتن حسين، بص حضرتك، احنا بنتمنى من ربنا ان احنا ناخد الموضوع تدريجي، يعني لو القرعه تخدمنا خطوه خطوه. اه بالظبط كده، ان احنا نطلع يعني بالمستوى او نطلع نخش البطوله واحده واحده، يعني مش عايزين ان احنا نخش البطوله بشكل كبير جدا وبعد كده وقت نستنزف كل طاقتنا للادوار اللي هي اللي بعد كده. تمام. لازم برضو حاجه زي ما احنا كنا بنتكلم مع حضرتك شويه من شويه دلوقتي، ان احنا ناخد بالنا لو جت معانا فرق صغيره ناخد بالنا كويس جدا ونديهم اهتمامهم ونديهم الوضع بتاعهم، لان فعلا الدول الصغيره دي يعني بقت ممكن تبقى ما عندهاش حاجه تبكي عليها تعمل الافضل. وخلي بالك برضو دايما الصغير دوت هو مش هيكبر الا في وجود كبير، يعني انا 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 عشان الاعب مثلا منتخب مصر او الاعب المغرب او الكلام ده كله، انا عايز حدث زي دوت هو اللي هيلمع، هو اللي هيبقى بشكل كبير. انا كلاعب وانا لسه صغير والكلام ده كله، لما بلعب النادي الاهلي او بلعب نادي الزمالك او الكلام ده كله، هو دي الفاترينا بتاعتي، البرواز بتاعي، اكيد ان انا اقدم حاجه كويسه جدا او حاجه فوق المتوقع عشان ان انا اظهر فيها. تمام كابتن حسين، شكري، نورتني وشرفتني، واتكلمنا عن مباراه الاهلي وسان داونز، بالتاكيد هي المباراه الاهم في التوقيت الحالي. طبعا. واطلاله كده سريعه على قرعه افريقيا غدا باذن الله، وكل التوفيق ليك يا رب في قطاع الناشئين والبرامج خلال الفتره القادمه. متشكر، ربنا يخليك، وانا ليا الشرف طبعا ان انا اكون متواجد، واتمنى من ربنا ان شاء الله باذن الله ان يوم السبت ان شاء الله باذن الله، ان بغض النظر عن النتيجه وبغض النظر عن اي حاجه، ان النادي الاهلي تفضل برضو راسه مرفوع على فوق ان شاء الله باذن الله. طول عمرها راس الاهلاويه لازم مرفوع على طول ان شاء الله باذن الله. شكرا جزيلا كابتن حسين، كانت فقره فنيه مهمه جدا اتكلمنا فيها مع احد نجوم النادي الاهلي اللي عايش في النادي الاهلي وشاف اللحظات الصعبه واللحظات اللي فيها تتويج وفرحه، ازاي بيعيش اللحظات دي وفي نفس الوقت تقييمه الرؤيه الفنيه للاحداث القادمه. لكن الفقره الاخيره فقره مهمه جدا، لان بالامس كان في تتويج كبير في صاله الامير عبد الله الفيصل لفريق الكره الطائره رجال، حققوا البطوله الافريقيه للمره ال14 في تاريخ النادي الاهلي وللمره الثالثه على التوالي خلال السنوات الاخيره، وبالتالي انجاز طيب جدا سواء على التنظيم او حتى على المستوى الفني. بشكر الكابتن حسين، لكن الفقره القادمه مهمه جدا، هنشوف فيها تقارير مميزه واخر الاجواء اللي كانت فيها هذه البطوله الافريقيه للكره الطائره رجال واللي نظمها النادي الاهلي خلال العشرة ايام الاخيره على صاله الامير عبد الله الفيصل. اهلا بحضراتكم من جديد، والفقره الاخيره من برنامج الاهلي الليله، والنهارده زي ما قلنا لكم كان في تفاصيل كتير في هذه الحلقه ما بين البطوله الافريقيه اللي بالتاكيد النادي الاهلي عنده فيها مباراه هامه جدا باذن الله يوم السبت القادم، ورؤيه فنيه سواء للكابتن عادل طعيم مع زميلي عبد الحميد حسن وكابتن حسين شكري. لكن الفقره الاخيره برضو فيها انتصارات وبطولات وايضا افريقيه، النكهه الافريقيه دايما في النادي الاهلي خلال الفتره الاخيره كانت ظاهره بشكل كبير جدا. البطوله الافريقيه بالامس اللي اقيمت في صاله الامير عبد الله الفيصل والمباراه النهائيه والختاميه امام نادي سموحه، كان كارنفال كبير جدا في هذه البطوله اللي شهدت منافسات قويه ومنافسات عديده ما بين الانديه الليبيه والانديه المصريه، لكن استطاع النادي الاهلي خلال هذه البطوله ان يرسم البسمه على وجوه الجماهير بالفوز بالبطوله الافريقيه رقم 14 في تاريخ النادي الاهلي والبطوله الثالثه على التوالي بعد تحقيق اخر بطولتين افريقيتين للكره الطائره رجال. وخلال هذه الفتره الكره الطائره داخل النادي الاهلي سواء رجال او سيدات بتسير بشكل جيد وبتحقق نجاحات مميزه سواء على المستوى المحلي او حتى على المستوى الافريقي. بالامس كانت في لقاءات مهمه جدا مع عدد من المسؤولين اتكلموا عن اهميه التنظيم والفوز بالبطوله والدوافع اللي ظهرت داخل فريق الكره الطائره رجال، وايضا الشكل الحضاري والشكل المثالي اللي اثنى عليه الاتحاد الافريقي للكره الطائره برئاسه دكتور عمرو علواني رئيس الاتحاد الافريقي. هنخرج لهذا التقرير في لقاءات مع الكابتن رؤوف عبد القادر مدير عام النشاط الرياضي، والكابتن محمد مصلحي ميدو المدير الفني للفريق الفائز بهذه البطوله وصاحب الانجاز وصاحب الفرح بمعنى ادق، وعدد من اللقاءات الاخرى مع عدد من اللاعبين اللي تميزوا في هذه المباراه النهائيه امام نادي سموحه. We'll be right back.
ألف مبروك لجماهير النادي الأهلي. بطولة الطائرة انضمت لبطولة الطائرة للسيدات. بقول ألف مبروك لمجلس إدارة النادي الأهلي، ألف مبروك للاعبين والجهاز الفني والإداري والطبي وكل المسؤولين على هذا الفريق اللي أنا بعتبره نموذج لفرق النادي. ومن خلال شاشتكم أيضا بعتذر لو في بعض الإخفاقات موجودة في كرة اليد أو كرة السلة، بعتذر لكل جماهير النادي الأهلي من خلال موقعي، وبنوعد تصحيح الأوضاع. إسناد هذه البطولة لتاني مرة على التوالي للنادي الأهلي دي ثقة من الاتحاد الأفريقي، والحمد لله يعني أعتقد أن الجميع شاهد أن احنا كنا عند حسن الظن. وزي ما بقول أي نجاح لتنظيم النادي الأهلي للبطولات الأفريقية هو نجاح لمصر، وهو ده الأول والأخير الهدف بتاعنا وهدف النادي الأهلي. يعني احنا جمعنا ما بين الفوز بالبطولة والتنظيم الجيد، فألف مبروك للجميع. تعليماتي في المحاضرة طولهم نمرة واحد، النادي الأهلي يستحق مننا ان احنا نضحي بأي حاجة عشان خاطر نقدر نسعد جمهور النادي الأهلي، وفعلا هو ده اللي حصل، كانوا عيال رجالة وقدرنا نكسب الماتش الحمد لله. انا حاسس النادي الأهلي في كبوة شوية، والدموعي دي نزلت عشان خاطر ان احنا النادي الاهلي كنت عايز افرح الجمهور يعني. الحمد لله رب، الحمد لله. طبعا الحمد لله، احنا السنه دي لعبنا الاهلي في النهائي، السنه اللي فاتت كنا بنلعب على قبل النهائي مع الاهلي. الاهلي فريق كبير طبعا، وده مصنف مش مصنف افريقي بس وعربي، واحنا بنحاول نقرب من المسافه شويه. السنه اللي فاتت كنا ثالث، السنه دي ثاني، بنحاول نلعب على البطوله، بنحاول نادي الاداء العالي، بنحاول نوصل اللعيبه بتاعتنا لاعلى مستوى، يبقى منتخب مصر قوي بسموحة وبالأهلي. الحمد لله احنا كسبنا نادي الزمالك 4 مرات في الدوري وثلاث مرات في الدوري ومرة في الكاس. السنة دي الباشمهندس فرج مدعم أكتر وحط الخطوط عريضة ان احنا نقدر نعمل حاجة، واحنا وعدنا احنا نوصل نهايات، وفعلا وصلنا نهايات. الدوري برضو لسه بنلعب كوصيف ورا الأهلي برضو، فبإذن الله بإذن الله نشرف مصر الفترة الجاية، ونشرف نادي سموحة، ونرفع راس مهندس فرج. أنا عارف إن هو كان جاي النهاردة نفسه في البطولة، بس طبعًا الأهلي النهاردة عمل مباراة كبيرة. الحمد لله إيه؟ إديها بوس. الحمد لله البطولة خلصت على خير، لعبنا ماتش كويس قوي الحمد لله، كسبنا 3-0. سموحة فرقة محترمة جدًا، الماتش صعب بس إنتهى لعبنا بأحسن مستوى في الآخر والحمد لله. وأنت عارف هي الرياضة يعني جماهير، ما بتلعب الصالة الفاضية مالهاش أي طعم. هنروح نلعب الدوري كمان 3-4 أيام في صالة فاضية مش هيبقى ليها أي طعم. هنكسب الدوري إن شاء الله، مش هنعرف ننبسط، مش هنفرح غير معاهم. فدي فرصة لما بنلعب في النادي بيبقى فيه جمهور ننبسط معاهم نفرح معاهم، فكان لازم طبعا نطلع لهم. فطبعا علينا ألف مبروك، وسعيد جدا إن احنا كسبنا اللقب الثالث على التوالي، ونتمنى إن احنا نكمل على كده على طول إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، ربنا كرمنا، احنا تعبنا قوي وبقالنا كتير قوي بنتمرن. الحمد لله رب العالمين، ربنا كرمنا بالبطولة دي عشان نفرح الجمهور الجميل ده اللي هو مفرحنا النهارده ومساندنا. وطبعا لازم نفرحهم زي ما انت شايف، ما ينفعش نروحهم زعلانين ابدا. ببارك لمجلس اداره النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي، ببارك للفرقه، وبارك لبودي النهارده ربنا كرمه. انا يعني قلت له ان شاء الله ربنا يكرمك بيها، والحمد لله ربنا كرمه لاول مره، وان شاء الله يحافظ ويكمل ان شاء الله. الموضوع مش موضوع ملعب بس، وكل واحد فينا بيبقى ليه دور. اللعيبه الكبيره يبقى ليها دور ان هي تنقل للعيبه الصغيره خبراتها ونهدي بعض، والحمد لله اللعيبه كانت رجاله جدا جدا النهارده الحمد لله. بس ده طبعا كله الحمد لله يرجع لفضل الجمهور بعد ربنا سبحانه وتعالى، والحمد لله احنا قدرنا نسيطر على الماتش، والحمد لله ربنا وفقنا. واحسن دار الدين ما كانش مهم، اهم حاجه كان الكاس طبعا عشان الجمهور والنادي الاهلي، وعشان احنا تعبنا كتير والله. طبعا والله احنا هم اللي بيدونا الحافز، هم اللي بيخلينا نلعب، واحنا والله العظيم بنعمل كل ده عشان نقدر نفرحهم. والحمد لله الحمد لله قدرنا ان احنا نسيطر على البطوله، والحمد لله على التوالي. كان بيقول لنا والله العظيم انتوا رجاله وشرفتوا اسم النادي الاهلي، واحنا الحمد لله الحمد لله ربنا كرمنا. طبعا لازم نفرح جمهور النادي الاهلي، جمهور النادي الاهلي واقف جنبنا من اول بطوله، من اول مشوارنا، من اول الموسم بيدعمنا، واقف جنبنا، واقف مع كل فرقه في النادي، ولازم نفرحه، ودي اقل حاجه نعملها له. وان شاء الله عبر الدوري ان شاء الله جاي ان شاء الله. We'll be right back.
بكرهكم من جديد، وهذه الفرحه والسعاده والانتصار والبسمه اللي رسمها لاعبي النادي الاهلي ونجوم النادي الاهلي للكره الطائره رجال على جمهور النادي الاهلي في كل مكان. الفرحه اللي شفناها في صاله الامير عبد الله الفيصل دي يا رب باذن الله ان شاء الله تكون يوم السبت باذن الله في البطوله الافريقيه، والنادي الاهلي يعبر عن شخصيته بشكل قوي امام القاره الافريقيه بالكامل اللي اتكلمت خلال الساعات الاخيره عن النادي الاهلي بشكل كبير جدا. هذه الفرحه كانت لعدد كبير جدا من اللاعبين، لكن في فرحه ثانيه، الفرحه التنظيميه، الفرحه اللي متعلقه بالتنظيم والمراسم والبروتوكول، كل الامور اللي تعلقت بتنظيم هذه البطوله بيبقى فيها جهد كبير جدا من جميع القطاعات، يعني عدد كبير جدا من اللجان جنود مجهوله، يعني بالظبط زي ما بنقول كده ما بين قوسين جنود مجهوله على مدار هذه البطوله بيأدوا بشكل متميز. دايما بنشوف في النهايه الختام او التتويج لما بترفع الكاس، لكن البطوله اجمالا وانت بتشتغلها مش اثناءها بس، لا قبلها حتى كمان وانت بتحضر لها بشكل كويس، بتجهز الفنادق، بتجهز مساله كمان فكره ان انت كمان تستقبل الوفود وتكون موجود مع الوفود، في مرافقين مع الوفود حتى في اليوم اللي بيبقى فيه اجازه، ازاي بتنظم برنامج سياحي لكل الفرق المشاركه في هذه البطوله. في تفاصيل كتيره جدا رغم انها تفاصيل صغيره، لكن بالتاكيد كل ده من خلال قناه النادي الاهلي عبرنا عنه بشكل ايجابي خلال الفتره الاخيره، واظهرنا كل دور كل واحد في هذه البطوله، ان في النهايه الشكل في النهايه للنادي الاهلي سواء على المستوى التنظيمي او حتى على المستوى الفني والمستوى الاداري. كانت في حفله مهمه جدا قبل المباراه الختاميه بيوم، والنادي الاهلي دايما لما بيحب ينظم بطوله بيحب يقرم كل الوفود المشاركة في هذه البطولة. حفلة تكريم هنا مش فكرة حفلة تكريم لفقط المشاركة الفنية، لا للمشاركة حتى الأدبية، وإنك تتواجد في محفل قار زي ده على أرض مصر وتحديدا داخل النادي الأهلي تحت رعاية الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة. حفل تبادل الدروع للكرة الطائرة كان موجود فيه بالتأكيد الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة برئاسة دكتور عمرو علواني، وكان بإشراف مباشر من اللجنة المنظمة العليا لهذه البطولة برئاسة دكتور مهند مجدي، وكان في تكريم لكل الوفود سواء الفرق الليبية الفرق المصرية اللي كان بالتأكيد مشارك فيها نادي سموحة السكندري. في تقرير في عدد من اللقاءات، في لقاء مع الأستاذ وليد عرفات نائب رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، والأستاذ أحمد حسن عضو مجلس إدارة نادي سموحة، بيتكلموا عن حفل تبادل الدروع والإطار التنظيمي للبطولة الإفريقية للكرة الطائرة بشكل عام، وده بالتأكيد كان قبل المباراة الختامية بيوم. لكن الشيء جميل في هذه الحفلات ان انت بتجمع كل الوفود، لان الهدف في النهاية هو هدف رياضي لكن هدف مجتمعي، الكل بيشارك في البطولة الافريقية اللي بينظمها النادي الاهلي زي ما احنا متعودين على طول. الاهلي طبعا دايما نادي سباق اللي هو بينظم بطولات، بينظمها يعني تنظيم هايل وجميل. انا حضرتها السنه اللي فاتت البطوله دي وكان تنظيم هايل، ان شاء الله السنه دي برضه تبقى تنظيم كويس. النادي الاهلي مش محتاج ان حد يمدح فيه، هو طبعا دايما بيعمل حاجه جميله وبيعمل حاجه فخر لمصر، مصر كلها بتتشرف باللي هو بيعمله الصراحه. يعني هو النادي الاهلي يعني نمره واحد في مصر، ودي حقيقه محدش يقدر يخفيها. دايما تنظيمه في البطولات تنظيم هايل، بينظم بطولات كويسة، دايما بيعمل بطولات عنده في الصالة المغطاة بتاعته، لأن الصالة المغطاة بتاعته صالة عملاقة بتستوعب كل حاجة، جمهور كويس جدا، بيعمل حفلة رائعة، بيعمل حفل ختام جميل. فهو طبعا بيمثل مصر مش بيمثل النادي الأهلي، هو مصر كلها بتفتخر بيه. يعني أنا سعيد جدا إن موجود في البطولة دي، وبصراحة فوجئت بالحفل توزيع الدروع، ودي يمكن اول مره نشوفها، في اقتراح جميل يعني عامله النادي الاهلي ان هو يجتمع بينا في مكان جميل زي ده، ويجيب ال 22 فرقه او الممثلين ليهم، وتبادل دروعه وتبادل التعارف وتبادل متبادل الايميلات بتاعتنا ونتبادل، بحيث ان يبقى في تعارف فعلا. يبقى البطوله الافريقيه دي الى جانب دورها الرياضي عملت دور برضو اجتماعي ودور سياسي كويس جدا، ان عرفت الناس ببعض وقربتهم من بعض. طبعا النادي الاهلي اسم كبير في كل هذا، كفايه حضرتك ان اسم الاهلي ده في ليبيا، في البحرين، في الاهلي في كل حته، كل دي انديه طالعه اساسا من النادي الاهلي الاساسي، النادي الاهلي مصر. فطبعا ان هو يعمل البطولات الافريقيه، كان عامل بطوله هائله جدا للسيدات وفاز بيها الحمد لله، البطوله دي ان شاء الله ربنا يوفقه.
اهلا بحضراتكم من جديد. وفي التقرير التالي زي ما اتكلمنا عن نادي سموحه السكندري والفرق المصريه اللي شاركت في هذه البطوله، ايضا كان في مشاركه ايجابيه مميزه للفرق الليبيه في بلدهم الثاني مصر، فريق اساريا الليبي، فريق السويحلي الليبي، اهلي طرابلس، كانت فرق عديده بصراحه ظهرت بشكل جيد وادت مباريات كبيره جدا سواء امام النادي الاهلي او حتى امام الفرق الاخرى، وكانوا موجودين حتى في المراحل النهائيه من البطوله الافريقيه للكره الطائره رجال. التقرير التالي في عدد من اللقاءات مع رئيس بعثه فريق السويحلي الليبي ورئيس بعثه فريق اساريا الليبي والحكم الدولي الجزائري رضا بوزيدي. نخرج لهذا التقرير ثم نواصل الحديث بعد هذا التقرير. النادي الأهلي على تنظيم البطولة الأفريقية، يعني تو هذه السنة اللي فاتت والسنة هذه سنتين على التوالي، وإحنا كنا مشاكين فيهم الاثنين، يعني بصراحة تنظيم رائع، نشكرهم جدا جدا، بارك الله فيهم. والحفل الختامي هذا من ضمن البروتوكول يعتبر من بتاع البطولة الأفريقية، لأن يعني يعتبر حفل تعارف ما بين النادي الأهلي وغير الأندية كلها يعني موجودة يعني. فهي فكره كويسه ومشكورهم على ضيافتهم لينا وبارك الله فيهم. هو كيف ما قلت انت يعني مصر بلدنا الثاني واحنا بنجي لها سواء بطوله او غير بطوله يعني. والله مناطق كثيره يعني الاهرامات، المتحف المصري، بحب اروح مثلا لمصر القديمه طلعت حرب، شوارع طلعت حرب بحبها اكثر من المولات والمناطق الجديده يعني. نجي للنيل نتمشى على كوبري قصر النيل مثلا، نخرج من النادي الاهلي نمشي على رجلينا لغاية ميدان رمسية، ميدان تحرير وميدان طلعت حرب، والشوارع كلها يعني متفسح فيها يعني ما في شيء مشاكل يعني. نشكر النادي الأهلي المصري على الاستضافة وعلى حسن التنظيم، ونشكر الاتحاد الأفريقي لكرة الطائرة على استضافة نادي أساريا الليبي. نادي أساريا الليبي طبعا نادي حديث ونادي صاعد جديد، تأسس في سنة 2012 والحمد لله هذه ثاني مشاركة أفريقية على مستوى القارة. حقيقة النادي الأهلي بالنسبة لتنظيم البطولة وتنظيم من حيث القاعات ومن حيث الجداول والتنقل والإقامة حقيقة كان في المستوى وكان في الموعد. اليوم نحن موجودين كفارقة كقارة لتوطيد العلاقات حقيقة بادرة طيبة، نتمناها أن تكون على جميع الأصعدة وعلى جميع الألعاب الرياضية إن شاء الله. حقيقة نحن ما نشعروش بأنها بلدنا الثاني، نشعر بأنها بلدنا الأولى حقيقة يعني. أنا سبق وأن زرت مصر في السابق أكثر من مرة، تعاملنا في الشارع، تعاملنا مع الناس، تعاملنا في وسائل المواصلات من تاكسيات، تعاملنا في المطاعم، تعاملنا مع الريسبشن، تعاملنا في حقيقة لم نجد أي صعاب، لم نجد أي تمييز، لم نجد ان نحن ليبيين حقيقه، بالعكس وجدنا نحن انفسنا من اهل مصر والناس اهل البلد هم الضيوف عندنا حقيقه يعني. طبعا النيل كل يوم نمر عليه يعني وهذا اعطانا انطباع كويس. زرنا الاهرامات في السابق، طبعا لما نقول مصر معناها نقول الاهرامات يعني، كل بلد ولها معالمها زي برج ايفل في فرنسا وغيره وغيره. أول ما تقول مصر بيجي أول حاجة في دماغك الأهرامات يعني. زرنا الأهرامات، زرنا قلعة صلاح الدين في السابق، عدة أماكن أثرية يعني حقيقة. تعمق كل العلاقات مع الأندية ومع الحكام لأنه إحنا حكام كمان، وتعمق العلاقة هذه مع الأندية، مع الحكام، مع الفرق، مع الدول. والرياضة هذه هي أصل الرياضة، هو هذا هو تعميق العلاقات الممتازة والفريندلي ريليشنشيب. أولا لازمنا نعرفوا لما نقولوا النادي الأهلي اسم معروف إفريقيا، اسم معروف عالميا، وبالتالي تنظيم دورة مثل هذه ما هيش هذه هي اللي راح تكون ثقيلة أو صعيبة على النادي الأهلي. وبالتالي النادي الأهلي خبرة في تنظيم هذه الدورات واسمه يتكلم عليه يعني، مش ما فيش داعي احنا نقول. انا بالنسبه لي هذه خامس مره نكون في مصر، وكل مره نكون سعيد واسعد، ونتمنى اني نرجع المره الجايه ان شاء الله.
اهلا بحضراتكم من جديد. وفي تقرير تالي مهم، فيه لقاءات مع عدد من الفرق الافريقيه اللي كانت موجوده هنا في النادي الاهلي. اولا موريكيتا النائب الاول لرئيس الاتحاد الافريقي، اندرو اكوبيس رئيس بعثه فريق نيمو ستار، رئيس بعثه جامعه اوغندا، رئيس بعثه الفريق البوليس البتسواني. عدد من الفرق الافريقيه كانت مشاركه ايضا في حفل تسليم الدروع وحفل تبادل الدروع لبطوله الكره الطائره. نخرج لهذا التقرير ثم نواصل الحديث بعد هذا التقرير. وشايف ان التنظيم كويس جدا، وشايف ان فرق تونس والجزائر والمغرب يعني ما جوش البطوله دي، وان فرق افريقيا ليها مستقبل مشرق في الفولي بول. وبس وبيشكر جدا في التنظيم، وشايف ان التنظيم ممتاز. ايجيبت از ماي سكند كونتري، اي لايك ايجيبت. يعتبر مصر بلده الثاني، وهو جه مصر كتير قبل كده، وشايف ان الاقامه في مصر كويسه جدا، وبيشكر في الفندق اللي هو قاعد فيه، ومبسوط جدا من الاقامه. Maybe I want to visit Alexandria. هو نفسه يروح اسكندريه، وكل يعني هو كل اللي راح قبل كده يعني اماكن بس في القاهره، بس نفسه يشوف بقى محافظات تانية جوه مصر. About the competition, I've been here three times. By far it's دي تالت مره يجي مصر، وتاني مره على التوالي. بالنسبه للتنظيم، التنظيم كويس جدا، بس بالنسبه للعب الفريق بتاعه مستواه نزل عن السنه اللي فاتت. About the conditions, the environment is okay. We are enjoying it. هو حاسس إنه في بلده، هو راح الأهرامات قبل كده السنة اللي فاتت، وراح القاهرة الجديدة، هو حاسس إن هو ده زي بيته بالظبط، مصر زي بيته بالظبط، مش أول مرة يجي. The competition is very well organized. التنظيم كويس جدا، ومواعيد التدريبات متنظمة بشكل كويس، بحيث إن كل فريق ليه تدريب في وقت معين، وهم منبهرين من طريقة التنظيم، مفيش غلطات قليلة قوي. ومبسوط جدا من التنظيم. Accommodation, the hotel is above and beyond what our students. مبسوط جدا من الفندق اللي هم فيه، وهو بيقول ان هو جايب معاه طلبه، يعني فريقه وفريق جامعه، وجايب معاه طلبه، ومنبهرين جدا بالمنظر اللي هم شايفينه. الفندق على النيل، ومبسوطين جدا بالفندق والاقامه. When you come to Egypt and you don't go to the pyramids, it feels like you've not come to Egypt. اذا راح مصر وما شافش الاهرامات يبقى ما راحش مصر. ونفسه يروح مصر الايام دي، ونفسه يروح كل الاماكن التاريخيه الموجوده في مصر. I think it's very useful. It helps in the development of volleyball in the continent at large. الحفله دي كويسه جدا عشان تطوير الكره الطايره، والاهلي تنظيمه كويس في كل حاجه، في الحفله وفي البطوله، ومصر والاهلي يعني عامه هم من احسن الاماكن اللي نظمت البطوله قبل كده. Accommodation is very nice. كل حاجه كويسه، الفندق نظيف، والاكل كويس، ما فيش اي تعليقات ولا اي نقد للمكان خالص، كله تمام. اهلا بحضراتكم من جديد. وفي الختام خبر مهم جدا، منذ قليل بالتاكيد نشر الموقع الرسمي للنادي الاهلي خبر زياره الكابتن طارق دياب نجم الكره التونسيه والنجم الدولي الكبير في عصرها الذهبي ووزير الرياضه التونسي الاسبق. زار النهارده الكابتن محمود الخطيب بفرع النادي الاهلي بالشيخ زايد، وحضر الكابتن طارق دياب بصحبه الصخره كابتن وائل جمعه نجم النادي الاهلي السابق وصاحب الرصيد الكبير من البطولات الافريقيه، لزياره الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي والاطمئنان عليه، خاصه وان الكابتن محمود الخطيب تربطه علاقه وطيده بكل نجوم الكره العربيه والافريقيه في جيله. بالتاكيد فتره الثمانينات كانت فتره مميزه في الكره الافريقيه، وكان في مقدمه هذه الزياره بالتاكيد الكابتن طارق دياب. واستحب الكابتن محمود الخطيب صديقه طارق دياب في جوله تفقديه داخل فرع النادي الاهلي بالشيخ زايد للمنشات الرياضيه ومتابعه وتفقد المنشات الرياضيه والحاله داخل النادي الاهلي، ووجه رئيس النادي الاهلي التحيه الى زميل الملاعب الكابتن طارق دياب. خبر كان مهم نختم به حلقتنا النهارده في برنامج الاهلي الليله، لكن ان شاء الله كل التوفيق يا رب باذن الله لفريق النادي الاهلي يوم السبت القادم في اياب الدور ربع النهائي امام صن داونز. بالتاكيد جمهوركم معاكم، هاشتاج مهم جدا الكل يتفاعل عليه، وباذن الله جمهور النادي الاهلي هيحرك الصخر في هذه المباراه المهمه. شكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.